السلام عليكم. الصوت ما كان سمع ولا عندك؟ كبير مزيان لا باي، مزيان دابا لا باوي ترونكيل، سلام تطلع البلاصة. عبد المعلم يلا البيزنس كانوا خدامين دابا تصور هذا اللايف اخبارك؟ واش بخير؟ الحمد لله حتى مزيان هانيه الحمد لله، بارك الله فيك. عندكم الصاد ولا كيف؟ عندكم الصاد شوية ديال شوية ديال شوية شوية، ولكن اخر ما تيكون عندكم الصاد 100%. نعم، تيكون عندكم الصاد 100%. قادر اليوم لي بون لي 26 27 تقريبا. كاين شوية الصاد، كاين هو بلي يا اخي مكبط بحط. انا جاني البرد اخويا الاحتياط جاني البرد. داكشي علاش نعم هاني الامور صافا توا بيان، وانتم كيدايرين؟ الحمد لله. عدي فين كاين مراكش ولا فين؟ لا نفس لا سلا سلا، تكون سخونه شويه ماشي بزاف اخي. حنا النهار الواعر توصل 36 قاعد العز ديال الصيف. مزيان خير. وكان حتى عاوتاني بالنسبه لنا راه بزاف. وي وي ولفيش ولفيش انا سيدي مزيان، مرحبا بك. شكرا الدراري باش تسال القضيه حيت ما عندناش في الوقت بزاف. اللي عنده شي سؤال يحطو بلاصه كواشنز ويكتبوها مره واحده بلا ما يسبامي بلا ما والو. غادي نصنع شي كواشنز واللي بغا يكتب يكتب بلاصه كواشنز، هاد الكومنتات تيتخرب. سامر نبداو اخي مروان. سير نبداو نبداو ديجا بعدا كنشكرك. الله يحفظك، مرحبا. ليفيتاسيون كنشكر كاع الناس حيت حضروا معنا في هذه الوقيته اللي هي غير معتاده ديال لي لايف. الله يحفظك، شكرا لك على الدعوه. بعد الوقت شويه مزير عندي داكشي علاش ما قدرتش، ولكن نحاول نبارطاجيو افاده مع الناس. ولو لايف كتسجلهم عندك في الكونت انستغرام اللي بغى يرجع ليه باش يشوف اشنو تقال في هذا اللايف ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك، شكرا لك يا حسين. انا الوقت ديالك تبقى عارف مشغول. مرحبا. الله يحفظك. انت واخا مروان نتخطب زايد اوكي. شكون هو مروان؟ الناس اللي ما تيعرفوش، يعني ناس بزاف تعرف. الناس اللي ما كيعرفونيش، مروان معروف مروان يكراك زاد في يوتيوب، عندي جوج ديال الاشان، وحده سميتها مروان يكراك زاد وحده سميتها سكيل ويل مروان يكراك زاد. دونك كنخدم في اي كوميرس، تجاره الكترونيه هنا في المغرب. بزاف يعني البيزنس موديل ديال الكاش اون ديليفري، دافع عند التسليم. جربت بزاف ديال الحوايج حقيقه قبل ما نبدا في الاي كوميرس، ما لقيت خاطري بزاف في الكوميرس سي مون تلونسيت فيه. و اون ميم طون في لاشين يوتيوب كنعطي بامال ديال زانفورماسيون دي زاستوس كيفاش انك تبدا في اي كوميرس هنا في المغرب. والحمد لله يعني عاوننا بزاف ديال الناس باش انهم يبداو في اي كوميرس هنا في المغرب ولا في العالم العربي ككل. الناس اللي كيفهموا الدارجه ديالنا راه قدرنا نعاونهم الحمد لله. اخي القناه ديالك زعما كانوا من الناس الاولين اللي شرحوا الاي كوميرس بطريقه مزيانه وهضروا فيه بزاف. وي جو بونس مون ماشي الاول، حيت كانوا بزاف ديال الدراري لا بالنسبه من الناس الاولين اللي يضرب بزاف، كاين اللي يدير فيديو ويمشي. انت اللي كنتي درتي سلسله ديال الفيديوهات. وي اول سلسله ديال لي فيديو كنظن انا اللي درتها ديال على اي كوميرس، واخا كان ديك السي بيزك، ولكن داك البيزك ديفلوبيناه شويه بشويه، يعني كل كتمشي مع الناس دقه دقه تطلع النيفو شويه بشويه. المهم ندخل دابا في الاسئله اخوت باش ما نشدوش الوقت بزاف. السؤال الثاني، واش باقي فرصه من العامل اللي بغى يدخل المجال؟ انا حقيقه ما كنتنبأش بداك الشيء، هذاك الشيء اللي قدام ما كنتنبأش به حقيقه، ولكن كنظن باللي الا مازال ما دخلتيش يعني في اونلي يعني البيع والشراء عن طريق الانترنت والبيزنس ديالك مازال ما كاينش على الانترنت، راه ما عندك والو. عطوا تنقول لهم انا من هنا لقدام كاين البراندينغ. انا حيت السؤال هنا واش نقدر ندخل. حيت البراندين سي جوست اون بارتي، البراندين هو دائما خدام فهمتي، البراندين واحد الحاجه اللي دائما خدامه من ديما فهمتي، غير انا فين خصك تبراندي فهمتي. دونك انا راه بوبار ديال الناس دابا لو كي براند سو انترنت، انا سي البراندين سي واحد فريمون واحد الموضوع كنظن ديجا دوزتي شي واحد على البراندين في لا في انستغرام. دونك سي موضوع
ديجا خصتي ليه اللي بغى يتفرج فيه يدخل عند التجاره الالكترونيه. لاشين شنو سميت لو كونت انستغرام؟ ام ار فوق ويكليكي وشوف المسائل ديال البراندين. لكن كما قلت لكم الناس اللي مازال ما دخلوش الانترنت دابا حاليا راه يعني ما مضيع على راسو بزاف ديال الفرص. هل التجاره الالكترونيه هي بحث عن منتجات رابحه واذا تبيعها في السوق او هناك طريقه اخرى عمل اخرى؟ التجاره الالكترونيه باش نشرحها هو يعني المفهوم ديال التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه راه فيها جوج ديال الكلمات تجاره والكترونيه داكور. دونك التجاره هنا التجاره العاديه البيع والشراء، غير هنا كناخذوا واحد لو برودوي وكنحاولوا نبيعوا عن طريق الانترنت فقط. يعني سواء تبيع برودوي سيرفيس اي حاجه كتبيع، يعني اي حاجه فيها ترانزاكسيون ديال بيع وشراء عن طريق الانترنت هذا سي دو لي كوميرس. واحد السؤال جاني بزاف هو راس المال اللي ممكن يبدا به، المينيموم تعطينا المينيموم واحد تعاود بزاف السؤال. اوكي كاينين الناس، شوف حقيقه كاينين الناس يقدروا يبداو بالصفر ديالهم، كاينين الناس يقدروا يبداو بالصفر ديالهم، لكن هاد الناس اللي غادي يبداو بالصفر ديالهم ديجا عندهم واحد الباجاج او عندهم بزاف ديال الحوايج. كتلقى الناس ديجا عندهم لي فورنيسور، يعني عند من غادي يخلص العصابور بلا ما يخلصوا، يعني الناس اللي غادي يصبروا عليه. كاينين الناس اللي عندهم عنده هذه القضيه، يعني كيخصو غير فلوس ديال يطلق بهم داك ديجيتال. هذا السيد هذا كيعرف كيفاش يقاد لي فيديو، كيعرف يقاد كلشي، يعني دار ندوز واحد الاكسبيريونس، يعني شي واحد اللي عنده اون فري اكسبيريونس سوغ انترنت، يعني اولا يعني عنده المعرفه فين غادي يجيب السلعه، عنده شكون اللي غادي يعطيه السلعه فابور، يعني ماشي فابور، يعني سير تيبيع عاد يخلص، عنده شويه ديال الفلوس باش يطلق دي بوبليسيتاسيون انترنت، عنده دي سكيلز في كيفاش انه يصور دوك لي برودوي، عنده مع الكوبي رايتين، عنده بزاف ديال الحوايج. هذا هو يقدر يبدا بواحد راس المال اللي هو قليل 1000 درهم 500 درهم 2000 5000 درهم يقدر يبدا بها، ما كاين حتى شي مشكل. لكن كمبتدئ باش تبدا يعني اقل حاجه تقدر تبدا بها ما عرفتش حقيقه، فهمتي انت و القدره الفكريه ديالك انت والالتزام ديالك انت، يعني دائما راس المال كيبقى فيك انت داكور. الا ما كنتي كتعرف والو راه انا غادي خصك شويه ديال الفلوس باش تتعلم بهم، يعني 5000 10000 20000 درهم راه تقدر غير تتعلم بهم ما تصور والو داكور. ولكن كل ما كتكون مرتاح عاوتاني اكزاكتومون، ولكن هنا عاوتاني الوقيته فاش كنقول 10 20 30 50000 درهم فير اتونسيون، حيت الواحد اللي غادي يبدا انا كنصحو دائما يبدا بواحد لو بيدجي بليز اون 5000 درهم مزيانه باش تبدا بها غير باش تتعلم. وكل ما كنقول باش تتعلم حيت هنا كاين بزاف ديال الحوايج، كاين بزاف ديال لي بارامتر. اول حاجه كاين باش غادي الفلوس باش غادي يشري السلعه، كاين فلوس باش غادي يطلق لي بوبليسيتي، كاين فلوس باش غادي تقاد دوك الفيديوهات، كاين فلوس ديال الترونسبور، كاين فلوس ديال لومبالاج، كاين بزاف ديال الحوايج داكور. باش ولكن باش نقول لك فوالا راه 2000 درهم راه كافياك، ما نقدرش نقولها لك حيت انا ما كنعرفكش. الا كنت كنعرفك مزيان وعارف شنو عندك نقدر نعطيك الثمن باش تقدر تبدا انت، ولكن انا ما كنعرفكش، ما عارفش الالتزامات ديالك، ما عارفش واش انت تقدر تعطي افون، ما عارفش شنو عندك في الباك جراوند ديالك. الباك جراوند يعني واش كنت ديجا خدام بيع وشراء، واش ديجا كنت كدير البيع وشراء، واش جربتي الفراشه مثلا. كيبانوا لي الناس اللي كاينين في الفراشه اللي كيفرشوا اللي كيبيعوا في الزنقه، كنتلاقى مع بزاف ديال الناس اللي متبعينا فريمون، هادو يقدر يبيع ويشري معاك يعني في انترنت بواحد الطريقه اللي هي ساهله. علاش؟ حيت السيد داك اللي كياخذ مثلا، هادي مثلا خديتها غير من عند واحد الفراشه على برا، فهمتي هادي ديال التليفون مثلا. هاد السيد هذا اللي كيبيع هاد القضيه هادي هاد لو برودوي هذا وي، علاش؟ حيت عنده الرؤيه ديال ان برودوي اللي يقدر يتباع، حيت ماشي غير مشى وعزل هاد لو برودوي بدا كيدور على الطوموبيلات كيبيع ليهم، ولا ماشي غير مشى وهز هذا لو برودوي هذا وحطو، يعني عنده واحد الرؤيه على واحد لو برودوي اللي يقدر يتباع، يعني شراه بواحد الثمن عرف فين غادي يشري. هادو كنظن كيديروا واقيلا واش 5 دراهم اللي كيديروا ولا 4 دراهم، غنشري دابا 20 درهم عند السيده اللي كاينه اللي كتفرج، فهمتي؟ يعني السيده عارفه منين غادي تجيب لو برودوي بواحد الثمن اللي هو مزيان، عارفه اش من برودوي اللي غادي يخدم مزيان، وعارفه كيفاش تبيع ولما تبيع. بحال هادو يقدر يبدا بان بيدجي ويبدا ترونكيلمون. ولكن واحد اخر اللي ما عمرو باع حتى شي حاجه في حياته قاسها شويه، دونك كيخصو شويه ديال البراكتيس. واحد السؤال ديما تيجي تقول لك وقتاش غنشوف النتائج؟ هذا راه زعما ما تتحددش النتايا، خصك على حساب كما قلتي الخبره ديالك، على حساب بزاف الامور. النتائج هذا سؤال زوين حقيقه، النتائج تقدر تشوفهم من النهار الاول، النتائج تقدر تشوفهم من النهار الاول، مو النهار الاول النتائج على فيسبوك ادز، فهمتي على فيسبوك ادز، ولكن النتيجه هو اون فوا
كتشد دوك الفلوس في يدك اولا كيدخلوا في لو كونت ديالك. هذه هي النتيجه الوحيده اللي نقدر نعبر بها واش هذا الشيء اللي كندير واش ناجح ولا لا. يدخلوا الفلوس لو كونت فقط شي حاجه ما يمكنش واحد الوقت كما قلتي لي راه ما كاينش من نهار الاول ما كاينش تحديد ديال الواحد الوقت واش نكون حتى نهار النهار الاول. انا شنو قصدت بالنهار الاول هو انك تطلق واحد لا بوبليسيتي واحد حمله اعلانيه لان برومي مثلا وكتشوف النتائج على فيسبوك ادز بون في الكاش اون ديليفري. انا كندوي على الكاش اون ديليفري ما كندويش على حتى لا فاش دويت على لو بيزنس موديل ديال الكاش اون ديليفري او البيمون اون لين مثلا. الناس اللي خدامي في دروب شيبين راه الساعه الاولى ولا نص النهار الاول ولا النهار الاول كيدخل لهم فلوس. علاش؟ حيت لو بيمون كيدوز بار كارت بونكير اون لين. يعني هادو كيبان لهم نتائج من الدقه الاولى. حنا لا مثلا الناس اللي خدامي في اي كوميرس وغادي نعطي مثال كنتسي مثلا نعطي جوج ديال الامثله اللي وقعوا لي. غادي نعطي مثال مثلا كتسي ان برودوي مثلا تسي لو برودوي هذا بعتو جاوني نتائج في فيسبوك ادس يعني جاوني لي كوموند في لو سيستيم عندي ولا في جوجل شيت عندي. عيطنا عليهم كيجاوبوا الناس لا ليفريزون كيشدوا الناس يعني كيشدوا الناس يعني الشركه ديال ليفريزون كيصيفط لنا فلوس. هنا يعني النتائج اللي هما زوينه. كاين واحد لو برودوي اخر اللي جربناه ديرنيرمون اسمح لنا غادي يبرصوا لنا شويه ديال التليفون ولا شي راك كيف في البيرو. لو برودوي الثاني اللي غادي نعطي به مثال سي ان برودوي اللي لقيناه رخيص بزاف يعني رخيص في الشراء ديالو رخيص بزاف مزيان. قدينا ليه التصاور ديالو المسائل ديالو طلقنا ليه حملات اعلانيه في النهار الاول. يعني في النهار الاول جاونا مبيعات ب 0.2 دولار يعني 0.2 دولار تستنا ب 20 دولار يعني في النهار الاول. دير 20 مقسومه على 0.2 شوف شحال من كوموند هذيك بلاتي نشوف عندك شي كالكيلاتريس على كيما لا لا قادر نحسبوا معنا حسبوا زعما صحاب المات صحاب المات يعطيونا 20 دولار 20 مقسومه على 0.2 غالب الاحيان غادي تعطيك واحد 100 كوموند 100 واخر شي واحد يجاوبنا الدراري في لي كومونتير كنظن غادي تعطينا 100 كوموند يعني ب 20 دولار دخلنا 100 كوموند يعني في لي شيت عندنا دخلات 100 نمره التليفون 100 نمره التليفون ب 20 دولار شي حاجه ما كايناش او كاين دونك انا شكينا قلنا غادي نكونفيرميو هاد النماري هو الاول عاد نشوفوا واش هادشي واش فري ولا لا. يعني حيت هنا في لو تيست ديالنا ماشي غير كنطلقوا لا بوبليسيتي كيبانوا لينا لي كوموند داخلين لو سيت انترنت سي بون عندي برودوي خدام لا خصني نتيستي لا كونفيرماسيون واش الناس دوك لي نيميرو تيليفون اللي دخلوا واش حقيقيين ولا لا. عيطنا على ديك 100 نمره تيليفون فريمون حقيقيين يعني جاوبتنا واحد 80% ولا 85 واحد هما اللي جاوبونا. قلنا لهم فوالا لو برودوي واش بغيتي لو برودوي ايه بغيناه طنطان داكشي زوين. حنا شنو درنا اوتوماتيكمون يعني جاتنا 100 كوموند في النهار الاول اوتوماتيكمون جبنا 500 برودوي فهمتي يعني باش نخدموا به لمده سيمانه. جبنا 500 برودوي فرقناهم على لي ليفرور قدينا المسائل ديالنا. لكن الاشكال اللي لقيناه هو ما كيتليفراش داك لو برودوي. داك لو برودوي يلاه تليفرات فيه واحد 15 ولا 12% داكوغ. دونك هذا ما غاديش نحكم عليه باللي راه في الاول النتائج ديالو الاوليه زوينه يعني كيدخلوا لي كوموند 0.2 0.1 مزيان. لا كونفيرماسيون 80% 85% تكون حتى غير 50% راه طوب مزيان. ولكن لا ليفريزون 15% يعني هذا برودوي النتائج ديالو عيان داكوغ. دونك هادو هما المقارنات اللي كدير باش تشوف امتى تقدر تشوف النتائج واش هذا المنتج زوين ولا لا. سمعتي صاحبي حدو راه دار الاوردر صافي راه ضمن المبيع. لا 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 خصك تكونفيرمي وتتبع معاه واحد السيمانه يعني في الكاش اون ديليفري. هذا الشيء اللي خايف فيه يعني النتائج ما تقدرش تشوفهم من النهار الاول. خصك واحد السيمانه ولا واحد الايام حتى تليفر هذاك لو برودوي تشوف لو طو دو كونفيرماسيون وتشوف لو طو دو ليفريزون. ديك الساعات كتحكم على البرودوي واش مزيان ولا لا. واحد القضيه اخي مروان بالنسبه للسدان ديال فيسبوك ات واش فيسبوك كيظلم بنادم ولا الناس اللي تمشيو اغانس دارون؟ كنظن حاليا الاغلبيه ديال الاحيان الاغلبيه ديال الاحيان داكشي اللي كنشوف هنا فيسبوك هو اللي كيظلم الناس. علاش؟ حيت دائما كنديروا لي ريفيو كيصيفط لك داك الايميل كيقول لك اسمح لينا الديرونجمون اللي درنا لك عبد الله هذيك ضيعت لنا واحد 3 ايام ولا 4 ايام ديال الخدمه كتقول لي اسمح لي. ولكن اغلبيه ديال الاحيان داكشي اللي كاين دابا حاليا هو فريمون فيسبوك هو اللي كيبدا يظلم الناس. يعني حتى ما كاينش شي حل فعلي اللي يقدروا يديروا حاليا. انا شخصيا حيت شحال من واحد سولني على هاد لا كيسيون هادي حاليا مازال ما عنديش شي حل نهائي 100%. كاين الحلول الترقيعيه كاين بزاف ديال البلانات كيفاش تحل لي كونت فيسبوك بزاف ديال المسائل. انا ديجا طرقت على مع المسائل مع رضوان
واحد هو سبيسياليست اكثر في هذه المسائل هذا وهو ما يمكن تشارك في هذه المسائل هذا، لكن شي حل نهائي انه يخدم ديريكتومون انا شخصيا مازال ما عنديش. او بالنسبه للمشكل ديال الاي او اس، راه كنا هضرنا مع رضوان داك النهار، داروا مروان فيديو عليه اللي باقي ما شفتوش في القناه ديالو. مروان كراك زاد ياك؟ مروان كراك زاد كاينه اخر فيديو يعني غادي نلوح اليوم، انا كنوجد واحد الفيديو غادي تلاح ان شاء الله اليوم، واحد الفيديو ثاني ديال التيست ديال البروداكت للناس اللي حاضرين معنا باش الا بغاو يكونوا الاول يتفرجوا فيها. سي اون فيديو تري افونسي كيفاش تست لي برودوي ديال ابري. قبل هذه كاينه لا فيديو ديال الاي او اس، المشكل ديال الاي او اس علاش ما كيبانش البيكسل لقيتها فاش كدير الكونفرجان، علاش ما كيبانوش لي زيفانت، يعني كاينه لا فيديو كتدوي على هذه المسائل كامله. كاين صافي مزيان باك تبقى دير لهم كيس ستادي في يوتيوب؟ كيس ستادي في يوتيوب حاليا لا، حاليا الكيس ستادي كاين جوج ثلاثه اربعه ديال الكيس ستادي في البروغرام ديال 7 دايز بروغرام ديال المونسيال ديال اليامات، ولكن سوغ يوتيوب حاليا لا مازال ما غاديش ندير كيس ستادي. جاي في الطريق، جاي ضروري. واش كاين شي حاجه كتضمن باش ما ينصبش عليك غير في الكومونتس؟ حقيقه هاد المسائل ديال الليفرور بين الحوايج اللي هما مازال ما عندناش، ماشي ما عندناش عليهم باش ما ينصبش عليك، مازال ما كاينش شي طريقه باش ما ينصبش عليك، ولكن الا نصب عليك كاين ما يدير، يعني ماشي مشكل. غير كاينه واحد التصحيحه شويه، فتابعوا قضائيا يعني في المسائل، دير لي سكرين شوت ديال 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 لي كونفرساسيون ديالك مع كتقاد لو دوسي كامل كاع داكشي اللي قلتي مع المسائل، كتفعل المسائل المحامي هو اللي كيتكلف ديك، حيت نورمالمون قبل ما تبدا مع ليفرور كتاخد عنده لاكارت ناسيونال ديالو، كتاخد عنده كدير ان بوتي كونطرا. حقيقه لو بوتي كونطرا ما كنديروش بزاف، انا شخصيا مازال ما موقع لي هذا المشكل يعني مع شي ليفرور. الناس اللي معنا هنا في إكراك زد ماليا يعني غير مؤخرا في هذا العيد هذا، واحد السيد عنده ليفرور في الدار البيضاء ما كيجاوبوش، يعني قبل العيد ما كيجاوبوش مازال، ولحد الساعه مازال ما كيجاوبوش، دالي فلوس وبقى عنده لو ستوب، يعني بزاف ديال الحوايج. انا قلت ليه فوالا يوجد الدوسي ديالو، يعني لا سكرين شوت ملي دوا معاه النهار الاول شنو صيفط ليه، يعني كاع لي كونفرساسيون اللي دازو معاه، لي ترونزاكسيون اللي دار معاه، الوراق ديال الامانه وديال الغزاله باش صيفط ليه السله، يعني المسائل لو دوسي كامل ويدفعوا للمحامي وهو كيتكلم. ابخي كان واحد السيد عاوتاني عاود لكم اون ايستوار، يعني كاين بزاف ديال لي ايستوار في هذه القضيه هذه. واحد السيد كنت تلاقيت معاه كان عنده ليبرور في بني ملال هذه في 2019 واقيلا وقعت. السيد قبل واحد العيد ديال الكبير عاوتاني ما بقاش كيجاوبوا الليبرور، يعني ما بقاش كيجاوبوا، كانت عنده شي 8000 ولا 9000 درهم اللي كانت عندك الليبرور، وكان عنده شويه ديال السلع. السيد شنو دار؟ مشى تلاح في الكار ولا الطوموبيل واقيلا، مشى عنده ديريكت لبني ملال وطاح فيه في الدار ديالو، يعني مشى لادريس تجبدو في الدار ديالو، يعني غادي يشوف غادي ندير لك شي شوها ما شوها، يعني دار واحد السيد حار تبارك الله عليه. لصقو تما لقى بعدا شرا موطور بدوك الفلوس، لقى شرا موطور وشرا الحولي ديالو. المهم كيشوف قال لي خينا شوف غنعطيك الموطور واسمح ليا وهادي هادي، فعلا داكشي اللي دار السيد خدا الموطور لاحو في واحد الكاميو وجا، يعني مشاو ليه يعني خسر فيها شويه، خسر فيها شويه. المهم ما خلاش حقه يمشي كما يديروا بزاف ديال الناس. ما خلاش حقه يمشي، ابخي فو جوست فير اتونسيون. شوف انا نعطيكم اون اسوس باش تخدم مع ليفرور، دائما خدم مع بلاتفورم، صيفط ليه مثلا غير 10 ديال لي برودوي، تيسالي دوك 10 ديال لي برودوي وصيفط لك فلوس، عاد صيفط ليه 10 ديال لي برودوي او 20، صيفط ليه مثلا غير واحد، يعني ما تفوتش مع واحد 5000 ولا 2000 درهم ديال لو سولد داكور، ديما صيفط مع واحد شويه اون فوا صيفط لك لو سولد وصيفط ليه، يعني تكون هذه ترونزاكسيون بحال هكا. هنا 2000 ولا 1500 درهم السيد ما غاديش يطمع فيهم، ولكن الا كندويو على دي مونطون ديال 10000، حيت 10000 درهم راه فلوس، كاين الناس اللي عمرهم ما شافوا 10000 درهم، كاين الناس اللي عمرهم ما شافوا 5000 درهم، كاين الناس اللي عمرهم ما شافوا 50000 درهم ولا 100000 درهم، دونك سي نورمال كتبان ليه هذيك 5000 درهم كيقول لك راه غيرني الله كيطمع فيها، حيت الليفرور دائما كيدي واحد 10 15 درهم داكور. لكن كنعرف دي ليفرور تبارك الله عليهم، يعني ثقه الناس يوم ثقه قانعين بديك 10 15 درهم فريمون ديفلوبا بواحد الوتيره غير ب 10 15 درهم و 5 درهم، غير ب 5 درهم فريمون ديفلوبا. حنا هنا في اكراك زاد ماليا مثلا كنديروا لا كونفيرماسيون ديال لي كوموند والسويفي ودوك المسائل، انا كناخذوا 15 درهم 10 درهم مثلا تقريبا، فهمتي كتشط لينا اون مارج ديال 6 7 درهم مثلا، ولكن فهمتي اون فوا كديفلوبي وكتسكيري في التيم ديالك راه الا ضربتيها في لا كونتيتي راه فلوس هذه.
هذا هو الاشكال اللي ما كاينش عند بزاف الناس، انهم ما تيسكيليش البيزنس ديالو، تجربه صغيره ولكن ما تيسكيلياش يقدر يربح اكثر. شوف بنادم كيحقر داكشي اللي صغير. تلاقيت مع واحد العم ديالي واحد النهار دار فيا، حيت سولني اشنو كدير في الايكوميرس هذه، قلت له راه فوالا كنقلبوا على دي برودوي لا مارج ديال 80 درهم 100 درهم 150 درهم. قال لي انتوما مرات. قال لي شوف كاين واحد السيد عطاني بزاف ديال الامثله، حيت هو قديم ولد السوق قديم بزاف، فهمتي، حتى هو كيبيع وكيبيع دي برودوي اللي فيهم دي مارج ديال 10 دريال 4 دريال درهم 2 درهم الى كثر، فهمتي، ولكن تبارك الله راه 20 عام ديال الاكسبيريونس، راه عنده شي 3 ولا 4 ديال المحلات تبارك الله، غير بدوك 4 دريال و 5 دريال داكور. من بعد عطاني اون استوار ديال واحد كيبيع البيض، واحد صاحبو قديم على ليبوك قال لي كان كيحط غير دوك لي بلاطو ديال البيض حدا السوق. النهار الاول الثاني الثالث العام الثاني العام الثالث ولا عنده كوري ديال 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 الدواجن، ولا هو ديستريبيتور ديال ديال البيض. واحد السيد هو كان كيبيع، شنو كان كيبيع؟ كيبيع غير النعناع. السيد ولات عنده فيرما ديال النعناع، فهمتي، قال لي دونك ما تحقرش داكشي اللي وصل، فهمتي، ربحتي 2 دريال دونك غدا غادي تربح واحد 4 دريال، غد لي غادي تطلع 10 دريال، غد لي غادي تطلع 11 ريال. هي او يا غدا ماشي، فهمتي، ماشي تضرب في جوج ولا تضرب في 10 ولا تضرب في 20، وحده وحده، فهمتي. القضيه خصك تطبقها، بارك الله كيسر اسايد. نعم، هذه القضيه خصك تطبقها حتى من تيكون تيحسب الفلوس ديالو ولي شارج ديالو، حتى ما تحسب ديك الدريال 4 دريال. بيان سور، دابا حيت المشكل اللي كيوقع في الاي كوميرس وبزاف ديال الدراري، وانا شخصيا وقعت في هذا البروبليم في البدايات ديالي، هو انني مثلا طلقت واحد الكومبين جبت بها مثلا واحد 20 مبيع، 20 مبيع الا ضربتها في 200 درهم راه 4000 درهم هذيك. اول مره ناخذ انا 4000 درهم في واحد النهار، فهمتي، اول مره ناخذ ديك 4000 درهم تجمع عندي في واحد النهار. اول حاجه درتها بحال الحمار مشيت شريت حوايج جداد، فهمتي، مايليناس برديله نقيقيه، فهمتي، وملي رجعت باش نخدم ما لقيتش راس المال باش نخدم، فهمتي، هذه وحده. ثاني حاجه الفورنيسور نسيت ما خلصتوش، فهمتي، فيسبوك ات نسيت ما خلصتهاش، يعني كاين بزاف ديال الحوايج. انا كاين كيصحاب لي الفلوس كاملهم ديالي، الوغ كو دوك الفلوس كاملين راه غير واحد لامار اللي هي ديال كتحيدها وكتخلي داك راس المال، ولا كتجمع كلشي وكتريانفيستي، فهمتي، الضربه الاولى فهمت، يعني من ديك القضيه الاولى فهمت بلي فريمون راه دوك الفلوس راه ماشي ديالك، يعني واخا كتدخل فلوس دوك الفلوس راه ماشي ديالك، راه غير واحد الشويه اللي ديالك، وحتى داك الشويه اللي ديالك خصك تختصت فيه. يعني انا عاوتاني غادي نفلوس شي حوايج اخرين اللي ما شي حوايج اللي فريمون خص الدراري ديفلوبيو فيهم، هو لا جيستيون ديال داك الفلوس اللي كيكون عنده، لا جيستيون ديال الكاش فلو، يعني دوك الفلوس اللي كيدوروا عندك خصك تجاريهم مزيان. يعني هنا كنهضروا على عاوتاني دي تخيك اللي هما فينونسيير اللي فريمون خصك ديفلوبا فيهم حتى هما، حيت هما عاوتاني كيعاونك باش انك تسكيل في البيزنس ديالك. حتى ما تقول لك علاش ما ديفلوبيتش، هو تلقى داكشي اللي ربح تمشي يخسرو ويعاود عاوتاني يلعب بداك الفلوس اللي عنده، ماشي زيد شي انجلتي. سي فري سي فري، حيت بزاف ديال الناس البارح درت لي كونسلطاسيون مع شي دراري ولكن هادو عاوتاني عندهم سي ان كا سبيسيال، ولكن الاغلبيه ديال الناس كيقول لك ودي داكشي اللي كان انفيستي في الاول كنجي كندير حساب راس الشهر كنلقى راسي خاسر. كنسولو سؤال بسيط، كنسولو سؤال بسيط، فين كنتي في هذا الشهر هذا؟ واش ضربتي شي تصافيره؟ كيقول لك اودي واش خديتي شي حاجه للموالين الدار باش تهلا فيهم زعما الوالده، ضربتي شويه ديال الفلوس راه نشري شي تكشيطه ولا شي بلان للوالده، واش جبتي لها شي حاجه؟ كيقول لك اودي واش جبتي شي حاجه لصاحبتك؟ واش فهمتي الموضوع؟ كيقول لي اودي راه فعلا راه شريت لها. ولا اودي الله يهديك، بغيتي تهلا في الوالده ديالك راه مزيان انك تفكر في الوالده ديالك وفي الوالدين ديالك مزيان، راه ماشي ما كنقولش باللي واحد خصو يتهلا في الوالدين، فهمتي، ولكن طوك في مازال ما عندكش راس مال صحيح، واحد الكاش فلو اللي هو اورغانيزي واحد البيزنس اللي غادي تمشى بوحدو. الكاش فلو بزاف، حيت الكاش فلو هو داك الفلوس اللي كيدورو. الكاش فلو طوك ما كتجريش مزيان وكديجاجي البينيفيس ديالك بواحد الطريقه اللي هي مزيانه ومحسوبه مزيان، راه هنا فين كيكون الغلط اللي هو كبير. سي نورمال انك توقع في راس الشهر، حيت شنو كيوقع؟ كتقول غادي نحيد 100 درهم، عاد النهار غادي نمشي نتقوى في شي بلاصه مزيانه انا وصاحبتي 200 درهم ولا شي عشيوه 300 درهم ما دات ما جات. النهار الاول كضرب واحد يومين بلاتي غادي نشريها ب 100 درهم هنا 50 درهم هنا 30 درهم هنا 10 درهم هنا، فهمتي، ولكن الوقيته فاش كتنوطي دوك لي ديبونس وكتحسبهم راه كتلقى واحد 3000 4000 درهم بحال. هذه المشكل ديال شحال واحد يقول لك الطالب ديال ما تيقدنيش هو اللي تلقى تيخسر بزاف. واش مولف؟ شوف واش مولف انك تعيش في
نقدر نسب شويه في هذا اللايف؟ لا حيت تبكران اللي ما قصحتيش ما تيفهموش. نقدر شوف واش عايش واحد النيفو اللي شويه يعني كنتي عايش ملي ما كنتيش كتدخل فلوس كنتي عايش بخير صافي سير غير بداك النيفو كيدخلوا الفلوس بقى في داك النيفو سير حتى توصل اسيرت النيفو ديال الفلوس عاد تقدر انفيستي يعني تضرب واحد 6 شهور عام عاد تقدر تاخذ من دوك الفلوس وتقول بلاتي انا طلع فراسي شويه فهمتي. ولكن انت الشهر الاول ولا السيمانه الاولى راه خدمت راه هذه 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 بلاتي طلع فراسي شويه راه بعيد اسمح لي والله اسمح لي. كنت شفت مثلا واحد الفيديو ديال جراند كاردون الا عرفتيه كان عنده مليون دولار في البنك وقال لك عايش ثلاثة مليون في أمريكان في الشهر وعايش قال لك هي بالطوموبيل العادية وثلاثة مليون عندهم مليار في العام في البنك وخا يكون في ريال ستيت وبقى غادي. هنا أحسن كتاب باش يعني نلخصوا هادشي اللي قلنا كاين جوج ديال الكتب كاين داك الكتاب ديال أبي الغني وأبي الفقير كتاب كلاسيك اللي كنصح به الدراري اللي ما قراوش هذا الكتاب الاول. الكتاب الثاني هو اغنى رجل في بابل هذا الكتاب كنظن غادي نلخصوا كاع داك الهضره اللي قلت اغنى رجل في بابل الكتاب زوين كنصح به كاع الناس اللي فريمون كنقراو كان دابا داك الكتاب ديال اغنى رجل في بابل دائما كنشري حيت كيجي عندي شي واحد كنعطيه ليه كيجي عندي شي واحد كنعطيه وكنمشي كنشري عاوتاني واحد اخر دائما ودابا انا راه خاصني غادي نعاود نمشي نشري عاود هذاك الكتاب مره كنعاود نقرا صراحه كتاب كتاب زوين كتاب زوين كتاب زوين كنصح به ملي عاودت الكتاب بقيت نعاودو قد هذاك كتاب الصراحه واعر حيت هو كتقراه وفيه تشويق وصغير وزوال زوال زوال دونك خاص بين شنو العراقيل اللي ما كيخليوش الايكون بيزنس يسكيلي؟ كاين بزاف ديال العراقيل غادي اول حاجه على العرقول الاول العراقيل شوف كنظن العراقيل اللي كيكونوا اول حاجه هو العراقيل اللي كتحط راسك براسك فقط. انا اعطي مثال وهذا البلان هذا فريمون طلع ليا فراسي انا يسمعوا بزاف. كتمشي عند شي واحد اولا شي واحد كيجي عندي فوالا راه فاهم كلشي شاف كاع الفيديو ديال الفيسبوك عاد عارف الكوبي رايت عارف كلشي كتلقى الدماغ ديالو تبارك الله وهو كناخذ من عنده شي حوايج علاش حيت هو كيمشي كيقلب عند بزاف ديال الناس كيقول لهم فاش كيجي رايح معانا قولي واش جربتي هادي واش جربتي شي حوايج وانا كنتعلم منه كنسولو واش بديتي كيقول لي عندي المشكل اللي عندي هو راس المال. اسمح لي راس المال وانت اصاحبي ضرب ايفون ضرب ماك انا شاريها ب 500 درهم ضرب سبرديله شاريها ب 1000 درهم بيع السبرديله ديال وعندك 500 درهم بيع الايفون ديالك انت عندك 2000 درهم ولا 1500 درهم راس المال. انا شحال من خطره ديجا قلتها في بزاف ديال لي لايف شحال من خطره بعت التليفون ديالي البيسي ديالي باش غادي يخدم بعته علاش باش نمشي نشري السلعه ولا بوبليسيتي اللي كنت كنطلق كنمشي للسيبر باش نطلق بيه بوبليسيتي من السيبر بجوج ولا ثلاثه دراهم ولا اربعه دراهم في السيمانه جوج سيمانات كنمرض فلوسي وكنشري باسي احسن وكنخدم عاوتاني شحال من خراب التليفون شحال من خراب الكاميرات ديالي دائما كنبيعهم باش كنسجل باسيات كنبيعهم حتى هما خاصني فلوس واش باسي شحال خاصني 2000 درهم باش نجيب السلعه مثلا الباسي ديالي مثلا انا ساوي 5000 6000 درهم داكور غادي نبيع انا غير ب 2500 درهم ما عنديش سوق علاش غير غادي نربح في ديك 2000 درهم اللي غادي انفيستي غادي نربح من موراها واحد 10000 ولا 15000 درهم داكور دونك عوض ما نتسنى انا امتى غادي يدخلوا لي ديك 2000 درهم ما غاديش نتسنى. شوف عندي شي حاجه دو فالور كندير عمليه حسابيه ديالي يا سالم ما كنربي لك بدا على والو شوف ما تربي لك بدا على والو شي حاجه اللي تقدر تشريها بفلوس ما تربيش عليها كلها بيع امك شحال من خطره بعنا شي حوايج بوالو بوالو ولكن دوك الفلوس اللي شدينا اون لي زان انفيستي اوردينا بهم فلوس بوان. دونك هذا القضيه ديال راس المال اخي مروان شحال واحد ليا بغيت نجمع بها راس المال وانا بغيت نبدا تقول لي تعلم شي خدمه وبيعها اولا انت بغيتي مزروب سير خويا خدم انا براسي اخي كنت في واحد في 2018 كنت باغي نبدا في ايباي ما عنديش ما راس المال كنوقع لي شي مشاكل كنت لي بلوز وهذه خرج مشيت خدمت في الصباغه واحد 15 يوم جمعت فيها صريب وديت رجعت لي الايباي وهبطت صافي صافي صعبوا القضيه فهمتي ساهله ما لا فهمتي اسيدي حنا كي صعبوها ساهله تقبل على اي خدمه و سي تو تافي نورمال حيت هنا عاوتاني كتشوف لو نيفو ديالك اين درجه باش انت باغي داكشي يعني الا كان عندك ديك الدرجه غير شويه فهمتي يلاه ديك لا موتيفاسيون الاولى فهمتي اللي الموتيفاسيون ديال شفتي واحد لا فيديو تموتيفيتي النهار الاول الثاني وكتهبط دونك انا اصلا هذا الشيء ما خدامش لي
ولكن اون فوا كتكون ديك لا موتيفاسيون مثلا سيمانه 15 يوم وانت كتخمم غير في ديك الحاجه، يعني انا فهمتي انا راه غادي دير اي حاجه. انا راه درنا شي حوايج باش نتيستاو دا بيزنس اللي ما ربحنا فيهم والو وخسرنا فيهم بزاف ديال الفلوس. علاش؟ حيت كتبدا تخمم في ديك الحاجه والو خصني ضروري ندير ديك الحاجه، دونك خصني فلوس، خصني نمشي ندبر على الفلوس شي ما كان. ودرنا داك الشيء وتسلفنا وبزاف ديال الحوايج وما صدقش ليا داك الشيء فهمتي. ومازال مثلا كانوا ومازال خليت من داك الشيء، خليت منه كريديت، ولكن معليش فهمتي، حيت حيت غير ديك الشيء اللي كان عندي في الدماغ وداك الحر اللي كان عندي وداك الشيء، انا خصني ضروري نشوف شنو كاين تما، حيدته من عندي لقيت بلي داك الشيء فوالا راه ما خدمش ليا ولا ماشي ديك الطريقه اللي كان عليا ندير. مزيان تعلمت فقط، ما خسرتش فلوس ولكن تعلمت. دونك كتعاود تنوض عاوتاني ويا غد ويا غد ويا غد. دونك هذا هو المشكل. بزاف ديال الحاجات اللي كاين عرفتي، تقول لك خرجت صاحبي سيمانه، راه انا نمشي نخدم ماشي كنت حاملها، راه كنت خدام بزز مني، كنت ندوز النهار وانا كافر، ولكن تنقول اي واحد 10 ايام 15 يوم وغنمشي نرجع نقلب على داك الشيء اللي باغي. شوف قلتي واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، كاينين شي حوايج مثلا انت باغي تبدا في الاي كوميرس ولكن خاصك راس المال، خاصك شوف راه بعض الخطرات خاصك دير شي حوايج اللي انت ما حاملهمش ديرهم باش انك توصل للهدف ديالك فقط. انا ما كنويش دوك هذا باش كان باش نتفاهموا ثاني، دوك هذا باش كنقول دير شي حوايج اللي ما حاملهمش، ما كنمشيش نقول لك سير كريسي ولا سير شفار ولا شي، لا شي حاجه تخدم عند شي واحد او لا تطلب لشي واحد يسلف ليك او لا، يعني شي حاجه اللي انت ما بغيتيش ديرها، ما حاملش ديرها، تي اوبليجي ديرها باش انك توصل لذاك الهدف ديالك فقط. دونك باش توصل للهدف ديالك كاينين شي حوايج اللي عزيز عليك ديرهم كديرهم، ولكن ضروري خصك دير شي حوايج اللي انت اصلا ما حاملش ديرهم باش توصل لهم. مثلا طريح قدام بيسي الليل كامل ودير المونتاج، مثلا الا ما كنتيش كتحمل دير المونتاج دير فوتوشوب، يعني شي حوايج اللي ضروري ما كتحملش ديرهم خص ضروري ديرهم، ما عندك ما دير. وهذا هذا واحد السبب علاش كتبت فيديوهات شحال اللي تدلع في الفيديوهات في يوتيوب شحال هذه، وبديت لايفات زعما اني ما نقدرش نطلع لايف فهمتي، وبحال تحديت راسي اني نطلع لايف، واخا انا واخا اللايف الاول كنت مكفس فرمتان، ولكن بحال تحدي ودرتها فوق خاطري. لا 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 كاين كاين واشوف احسن من بزاف ديال الناس اللي نضروا لنا راه لا لا شفت لا لا الا رجعت اللايف الاولاني الى 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 رجعت اللايف الاولى انا تونا كنخربق عشان دخلت سؤال في سؤال. لا لا برافو عليك كنت خاطر فهمتي. تبدا نخصو يبقى يجرب ما خاطر واحد صراحه من نهار قلت عند اللايفات ما كنتش متوقع كاع الدراري كامل غيطلعوا معايا لايفات، ديما عمري قلتها هذه درتها على الله، قلت غنصيفط الناس بغاو غنطلعوا لايف، ما بغاوش ما عندي مندي واخا انت داكشي فوق ما توقعت، يعني خصك تبدا خصك تدي واحد ستيب كيما تنقول. راه شتي هذه القضيه اللي قلتيها ثاني، راه فريمون كتقول بزاف ديال الحوايج اللي هما فريمون مهمين بزاف. انا ملي دخلت انا لو كونت انستغرام عندك لقيت الدراري اللي هما زوونين، كاين يونس قاسمي، كاين يونس قاسمي ياك يونس باقيكم ان شاء الله غادي يكون، كاين رضوان، كاين فريمون كاين بزاف ديال الدراري اللي هما واعرين بزاف. اوكي انا حتى انا كيوصلوني بزاف ديال لي ميساج فهمتي، سي فري ما كنجاوبش على كلشي وسي فري ما كنعكسيتش بزاف ديال الحوايج. المشكل اللي كيكون هو انك الا بغيتي شي حاجه، يعني شي واحد اللي غادي خصك شي واحد هو اللي غادي يقضي لك داك الغرض او هو اللي غادي يعاونك في داك الغرض، سير انا كون على يقين بلي فلور غادي يقول لك لا، سير انت الثاني عند الثالث عند الرابع الخامس ال100 ال200 شوف عاد دق البيبان تتلقى واحد، حيت داك الواحد هو اللي غادي يحل لك البيبان كاملين دوك الاخرين. دونك فو اتر كونسيستون وما تفقدش الامل في واحد الحاجه ودق البيبان فريمون دق، يعني ولا قلب 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 تطيح فيها، ماشي انت كضرب الاول الثاني كتقول لا فهمتي انا واقيلا في الديفو انا ما كنعرفش ندوي انا ما هادي انا شوف انا العبد الضعيف اللي قدامكم دابا راه حتى انا رجعت ولا فيديو الاولين ديالي في لاشين في يوتيوب راه واحد النيفو ديال الهضره راه فريمون نول، راه النيفو ديال فريمون نول. ما تي ديفلوب دي سكيلز اي حاجه تقدر ديفلوبيها، احسن طريقه باش ديفلوبي واحد الحاجه هي انك تبراكتيسيها، يعني دير لا براتيك. بغيتي تعرف تعوم خصك تلاح وتبراكتيس فقط. حتى ما تلقاه دابا خايف يبدا، جو كان خايف اني نبدا خايف يخسر، خصني اللي خايف يخسر بالضبط عنده واحد شويه فلوس تقول تلقى جامعه غير بزز مثلا تقول انا خايف نخسر. شوف اللي خايف يخسر كل على يقين غادي يخسر، الا كنتي خايف انك تخسر داخل وعندك شويه ديال الشك وخايف انك تخسر غادي تخسر. علاش؟ حيت لو مومون فاش كتدخل انا كنقول على لا لوا داتراكسيون قانون الجذب، ديك الخساره ديما كتخمم فيها اي لا نخاف نخسر لا نخاف نخسر كتجيب عندك ديك الخساره،
كتقطع الطريق مثلا كنخاف لي يدخل فيا شي واحد كنخاف لا يدخل فيا كيدخل فيك شي واحد سبحان الله فهمتي هنا سي فريمون لا لود داتراكسيون واللي هي بروفد باي بزاف ديال الحوايج اون فوا كتخمم في واحد الحاجه بزاف كتجرى عندك بغيتي تبدا دوك الفلوس اللي خايف تخسرهم شوف انا نقولها لك من دابا دوك الفلوس ديك 2000 10000 20 50000 درهم باش داخل باش انفيستي خايف تخسرهم شوف انا نقولها لك من دابا راه مشاو لك من دابا شوف غادي يمشيو لك سواء كنتي كتخمم في الخساره سواء ما كنتيش كتخمم فيها دوك الفلوس راه غادي يمشيو لك غادي يمشيو لك بوان سلام عليكم نستنى حتى في خاطرك دير راه مشاو من الاول من الاول شوف هذوك الفلوس غادي يمشيو لك غادي يمشيو سلام عليكم واش تنقول انت تقول خصك تخسر باش تتعلم ما خسرتي ما غاتعلم دابا هذه الجمله لو كنتي فاش كتقولها بالضبط بهذه الطريقه هذه يقدر ما تعلمش يقدر ما تعلمش حيت حيت انا من الاخر كنت كنمشي بهذا لو كونسيبت هذا راه خصني نخسر باش نتعلم فريمون ما كنتعلم ما كدفو ما كنتعلمش ولكن الفكره ما عرفتش كيفاش غادي نديفلوبيها لكن شوف بان لك واحد البلان دخل فيه صافي بوان باغ من الاخر ما تفكرش بزاف ما تفكرش بزاف السلام عليكم انت بغيت واحد السؤال هنايا بالنسبه للدور ديال اليوتيوب واش كافيين كبدايه راه كافيين ولكن كاين شي حوايج ممكن تبارطاجوش فابور باش نكونوا متفاهمين شنو هي غير هو قال لي واش هو هضر على الدروب شيبينغ ولا نضرب بصفه عامه الدورات في يوتيوب راه كافيين باش تبداو ولكن راه ماشي كلشي كيتبارطاجا تما واحد مثلا بحال مروان ولا اي واحد ضرب تما في شي حاجه ما يبارطاجيش معك فابور خصها شي حاجه اللي غتوصلك انت لواحد النيفو شوف يوتيوب كنظن احسن مدرسه اللي تقدر تتعلم فيها يعني كبدايه تقدر تتعلم منها بزاف ديال الحوايج ومنها تعلمنا حقيقه يعني ماشي شي حاجه خارج عن من يوتيوب كلشي من يوتيوب شفت انتم كبدايه راه كافيه ولكن كاين شي حوايج ممكن تبارطاجوا الفابور من الاخر جوج بغيت سكيل ابخي في الدورات ولا في لي بروغرام وداك الشيء شنو اللي كيتبارطاجا بزاف سي ليكسبيريونس يعني داك الشيء اللي خسر عليه بنادم فلوس داك الشيء اللي تيستا دوك لي استراتيجي اللي جرب هو وخسر عليهم هو الفلوس وخدموا لي وخدموا لي كليون ديالو خدموا بزاف ديال الناس اللي كانوا قراب ليه هادو كيتشراو بالفلوس خسر عليهم فلوس سي نورمال هذاك الشيء تنقول لهم ديما تنقول لهم راه حتى اي حاجه كاين استشارات خصك تخلص عليهم كاين بزاف د الحوايج ما يمكنش شي واحد يبقى يعطيك كلشي فابور ما تسناش بنادم يعطيك كلشي فابور واش نقدر بنفس البيكسل والدومين في بزاف واش نقدر نخدم بنفس البيكسل والدومين في بزاف ديال لي كونت بنفس لو بيكسل وبنفس لو دومين بون الا لو بيكسل والدومين كانوا في واحد البيزنس مانجر تقدر تخدم فيه بزاف ديال لي كونت اس مانجر الا كانوا في واحد البيزنس ولكن الا كانوا في دي بيزنس اللي هما مختلفين تقدر تبارطاجي لو بيكسل نون دومين ما عرفتش نون دومين كنظن لا ولكن يعني هاد المعلومه اكزاكت ما عنديش اللي بغى يبدا التجاره الالكترونيه وباقي ما عرفش منين يدخل القناه ديال مروان اكريك زاد راه شرح فيها كلشي من الاول وي سكيل مروان اكريك زاد سكيل القناه الثانيه سكيل مروان اكريك زاد فيها واحد يعني واحد البلاي ليست من الاول حتى يعني حتى السكيل يعني لا بارتي ديال برودكت ريسيرش الاد كوبي الكرياتيف فيسبوك ادز المراحل ديالو كاملين شنو مازال بون لا بارتي ديال لا ليفريزون داك الشيء كنظن شي حوايج اللي هما باينين بزاف دونك ما بارطاجيتهمش كبدايه ممكن تبدا بامانه لا تقدر تبدا في الاول تقدر تبدا في ليفريزون تقدر بون امانه غاليه ولكن كبدايه تقدر تبدا بشركه ليفريزون حيت كاين بزاف ديال الشركات ليفريزون الحمد لله دابا اللي هما زوونان من الاحسن تبدا بشركه ليفريزون حيت امانه غاليه شويه وكيخصك راس مال بار كونتر الا خدمتي مع الشركه ديال ليفريزون ما غاديش يخصك راس مال حيت ما كتخلصهم حتى كيديروا لا ليفريزون دونك هذه القضيه اللي هي زوينه بزاف كنت شد كلوك الصراحه زوينين ولكن ما عرفتش واش داروا دابا الكاش اون ديليفري ولا لا حيت اخر مره كنت جربتهم شهر 12 تقريبا كان خصك حتى يوصل لاخر ما يمكن تيخرج هما الفلوس من عند الكليان يعني انت خصك تخلصهم في الاول ولا الاخر يخلص ما عرفتش ما عرفتش داروا دابا لا ولكن السيرفيس عندهم زوين يعني 24 ساعه شكون وصلات مزيان حيت لوكس هي سي ميساجري نورمالمون مال بروفيسيونيل نورمالمون ديال لا ليفريزون في لا ميساجري دابا لا بليبار ديال الشركات ديال لا ميساجري بحال ستة ام بحال جو بونس اكسبريس لاين تاع هي بحال سان اكسبريس يعني لا ميساجري هما يعني كيسيفطوا الكوريات الكبار يعني الكوريات الكبار كيسيفطوا من مدينه لمدينه ولكن لا بليبار دابا تسويتشاو لا ليفريزون ديال لي كولي
حاجه اللي هي مزيانه بزاف حيت هما اصلا دي بروفيسيونيل يعني كلشي مقاد ماشي دراري صراحه فهمتي ناس قلاع في لا ليفريزون سؤال مهم اللي تيقول لك برضويات المغرب وانسكان مات لهم الحوت خاصهم ابو رودوي احنا بغينا نبداو غير صغير اوكي سؤال كاين اللي كيقول البرودويات المغرب وانسكان مات لهم الحوت خص برودوي وحنا اوكي كيستيون اللي مهمه بزاف الحقيقه كنشكرك عليه الاخ الكريم باش نفهموا مزيان دي فوا راه ماشي البرودوي اللي كيتحرق ماشي البرودوي اللي هو اللي يعني. ولكن ديك لا فيديو باش كنخدموا هي اللي صافي حيت كتلقى مثلا واحد البرودوي هذا البرودوي هذا كيخدم عليه شي واحد بواحد لا فيديو اشنو كيديروا الاخرين كاملين يعني واحد 100000 باج اخرى كياخذوا ليه ديك لا فيديو داك الاد كوبي كياخذ ليه كل شيء وكيخدم بها الناس يعني ملي كل شيء كيخدم بديك لا فيديو ولا بديك التصويره صافي الناس صافي كيشوفوا بحال عرفتي بحال المثال ديال داك ديك لا بيب ديال الفطريات الاظافر اللي كتطلع في يوتيوب بزاف صافي هذيك عيو منها الناس ديال بصح دونك البروبليم ماشي في لو برودوي داك البرودوي ديال الفطريات الاظافر ولكن لو بروبليم في ديك لا بيب بالضبط انا شي صافي عينا من شفنا المره الاولى العاشره صافي ما انا جو سي با انتريسي بداك الشيء ولا انا ديجا شريت وما خدمش ليا داك الشيء دونك حيد سي نورمال كو المسائل ما غاديش يخدموا ولو مومون فاش كنخدموا كاملين بواحد لا فيديو وكاملين كنخدموا بواحد التصويره هنا حيت الاودينس عندنا صغيره في المغرب الاودينس صغيره في المغرب ما كاينينش هنا في امريكان ولا في مصر ولا في الهند ولا في الشين راه حنا راه غير 21000 واحد 20 مليون ديال البشر اللي كاين في المغرب اللي مكونيكتين في سور فيسبوك دونك هنا ماشي البرودوي اللي مات ليه الحوت ولكن ديك لا فيديو هي اللي مات ليها الحوت دونك هنا غادي خصك تخدم عاوتاني المسائل ديال الكوبي رايتين المسائل ديال الاقناع المسائل ديال الفيديو بروفيسيونيل فويس اوفر داكشي لاند بيج في شكل فهمتي حيت حنا عاوتاني هنا في المغرب كلنا خدامين مثلا شوبيفاي ولا بيوكام يعني كاع الناس اللي كيدخلوا لي ستور كاملين عاوتاني مشابهين دونك هنا عاوتاني كاين بروبليم حيت نهضر معك واحد النقطه على هذه اخي مروان بحكم حنا تنقادوا لي ستور لاندينغ بيج ولا ويب ديزاين فوالا تلقاو مشكل بزاف ديال الناس باقي ما عطاوش اهميه لي ستور ولا لاندينغ بيج سواء كنخدم بالواتساب صافي كافين ولا الباج انستغرام عرفتي انا هو واتساب والباج انستغرام زوينين ماشي ما زوينينش ولكن تما راه ديالهم اخويا فهمتي كتخليك واحد العياض يا خويا باش نفرقوا ليه ولكن اخويا الغلط يلاه كتشد خمسه ديال لي كوموند تما راه اللي هي كثيره فهمتي علاش على والو فهمتي دونك ستور اخويا ولا لاندينغ بيج دونك باش نرجعوا للسؤال ديال الاخ الكريم ماشي البرودوي اللي مات ليه الحوت ولكن الطريقه باش كنخدموا دابا حاليا في المغرب هي صح هي اللي مات ليها الحوت الطريقه هي اللي مات ليها الحوت ماشي لي برودوي بالنسبه للشركه ديال التوصيل من الاحسن تقلبوا نتوما وتقلبوا تشوفوا وتكومباريو بيناتهم الشركات ديال التوصيل قلبوا نتوما وتستعملوا ملي قلت امان راه جاوبت على الدري حيت كتبها اما سير قلب راه كاين بزاف ديال الشركات كان من قبيله كتحمل غير مثال جوج شركات اللي هما كبار اللي ما غاديش يسببوا لنا مشاكل وما كيعرفوناش كاع واش كاينين ماشي مشكل قلبوا راه كاين حاليا كيولوا بزاف ديال الشركات قلبوا لا راه كاين تبارك الله بزاف ديال الشركات اللي هما زواون يعني من كول سنتر هنا حنا كنتعاملوا دابا مع بزاف اكثر من 12 شركه اللي بريزون الحمد لله كاين النيفو طلع بزاف في المسائل ديال اللي بريزون واحد قال لي راه ساكن في مدينه صغيره واش نقدر نبدا مروان شحال مرتي طلعت حتى الكافي جيب السلعه انا كنت شوف 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 مزيان ملي جبتي هذا السؤال هذا شوف اقسم بالله العلي العظيم البارح شوف انا نعطي مثال ديال مدينه صغيره البارح درت كونسلتاسيون مع جوج ديال الدراري حماده و امين هادو جوج ديال الدراري السلام عليكم بالنسبه لا كونسلتاسيون هذه راه بارطاجيتهم نيت عندي في لي ستوريز ديال انستغرام عندي غير قبيله قبل ما نبداو اللايف بارطاجيتهم في لي ستوريز عندي في انستغرام هاد جوج ديال الدراري كنسولهم قلت لهم فينا مدينه نتوما كاينين قالوا لي كاينين في مدينه ديال ازيلال دابا دخلنا عليك والله ازيلال واش مدينه صغيره ازيلال عرفتي فين كاينه حدا هادي كاين شويه ديال الطريق 8 شهور وما خدام وسولوا هاد السؤال بسيط قلت له كي كدير لي برودوي هي كنطلع في الكار وكنمشي للكازا عادي ولا كنطيح في الطاكسيات وكنمشي لكازا عادي كنضرب سيمانه في كازا حتى كنطيح في داكشي ديالي والنوع ديال لي برودوي يعني داكشي اللي خدامين عليهم هما ما فريمون كيبغي انك تقلب ديال بصح ماشي ديك اللعبه ديال ضرب دوره في ضرب عمر ولا شي حاجه ما فريمون كيبغي واحد النيفو ديال التقلاب ديال فريمون تقلب ديال بصح
قلت لهم والله لا برافو عليكم، يعني جوج ديال الدراري، ودراري راه الوقت فاش كيسولوا لهم على العمر ديالهم باقي صغار 23 عام 22 عام تقريبا، يعني الدراري باقي صغار فلاش بون ما غاديش نقول صغير صغير، ما فهمتي دري كبر في ازيلال، يعني باش تكبر في ازيلال وتكون عندك ديك المايند سيت انك تخرج من، يعني برافو عليهم باش يجي شي واحد هنا بحال هذا يسول لي انا كاين في مدينه صغيره ما جاتش فهمتي، دونك راه مدينه صغيره ما غاديش يجي عندك، شوف البرودوي كون على يقين بلي راه ما غاديش يجي عندك يقول لك فوالا اجي اجي بيعني، لا خصك انت تمشي تقلب عليه ساكادو سبرديله قرعه الماء سندويتشات وجد عندك كلشي من الدار فهمتي، باش تقام عليك داك الشيء رخيص، سير اخويا في اعين كار فهمتي، كنت كان على الخطره ما كانوش عندي فلوس حيت نورمالمون انا في اكادير كاين جوج كاين بون كاين بزاف ديال الدخلات والخرجات ولكن اللي كيديو الكازا كاين جوج ديال الدخلات، كاينه وحده ديال طريق مراكش وكاينه ديال طريق صويره، تحت في واحد الكار دوزني من صويره نورمالمون كندير 6 7 السوايع باش نوصل للكازا في الكار، هذا ملي ضرب الدوره في من صويره درنا شي 18 ساعه باش نوصل للكازا، ولكن ارخص ما يكون قال راه مشيت به بشي 45 درهم باش مشيت به فهمتي، ولكن راه وصلت كازا تا تا تسخن ولكن قضينا غلط، كدير اي حاجه باش تقضي غلط بوان، حتى انت الدري اللي كان سولني سولني من ازيلا نيت قال لي انا من مدينه صغيره وكذا، وانا عارف ازيلا كي داير بحكم ان بحكم ان الوالده من ازيلا عارفه صغيره فهمتي، دغيا كتحدى في واحد السويعه كتشوف البارح البارح كونسلتاسيون مع دراري من ازيلا تبارك الله عليهم عندهم واحد الكونسيبت سوار وهذا كلشي عندهم ناضي فهمتي، ولكن اللي عجبني فيهم بزاف هو المايند سيت ديالهم، المايند سيت ديال باغي 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 عرفتي كما قلنا في الاول الا بغيتي شي حاجه كدير اي حاجه، هما جوج ديال الدراري. واحد السؤال المنتجات الصينيه غير ناس واحد الشيال وغير تيحشموا معاك خير واحد حاجه الصينيه إيه؟ عندهم الكاليتي اللي بغيتيها تيجيبوا لك داكشي على حساب انت شنو غتشري كاين الكاليتي في الشيء سؤال غير يسير يسير امبور راه هو كيتكلف بالامبورطاسيون انا لايف درت معاه لايف درت لايف معاه درتي معاه لايف وقيله البارح ولا البارح لا في رمضان درنا في رمضان داكور يسير حيت كما قلتي كما قلتي كاين دي كاليتي غير على حسب انت شنو بغيتي، حيت اون فوا كتمشي عند الشينوي كيحط لك شنو بغيتي واش كاليتي واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه وكل حاجه والثمن ديالها، دونك كاين كاين دي كاليتي. عمري 15 عام بغيت نخرج من القرايه وندير التجاره الالكترونيه ونتحمل اي مسؤوليه. شنو قال؟ عمره 15 عام وبغى يخرج من القرايه ونبدا التجاره الالكترونيه ونتحمل اي مسؤوليه. لا الحاجه اللي غادي نقول لك الاخ الكريم في 15 عام الحاجه اللي كنصح الدراري مثلا ديال 14 15 16 17 18 19 حتى ل 20 عام كاع تل شوف تل 21 22 23 عام الحاجه اللي كنصح الدراري، شوف انا ما غاديش ندوي لك على المسائل ديال القرايه القرايه مزيانه ولا شي هادشي ماشي انا اللي غادي نقول لك واش القرايه مزيانه ولا لا، انا حقيقه ما غاديش نوي على هذا السوجي، لكن النصيحه اللي غادي نقول لك ما تخرجش من القرايه، علاش؟ حيت غادي توصل ان سيرتان نيفو غير ديك الكرتونه ديال الباك، الكرتونه ديال الباك غادي تحتاجها في شي حوايج ضروري، غادي تحتاجها في شي حوايج حيت المغرب ديالنا ضروري هادشي اللي كاين فهمتي، انا نعطي غير مثال ديال واحد العم ديالي لونسا واحد المدرسه وما عندوش ما عندوش دوك واخا ما عندوش لا ليسونس، حيت نورمالمون باش تحل المدرسه ضروري خصك اون ليسونس، دونك اشنو دار انا دخل مع واحد خينا اخر اللي عنده لا ليسونس وداروا مدير باش انهم يحلوا المدرسه، واش فهمتي هذا عطيتك غير مثال اللي هو بسيط. ابخي الحاجه الا بغيتي دير شي حاجه في حياتك الحاجه اللي غادي ننصحك بها هو انك تبدا لي ستاج، تبدا لي ستاج وتمشي تخدم عند شي واحد فابور، شوف شد عند ورش الشطاوة الشطاوة غير المحل ديالو، سير عند سيكليس سير عند مول الحانوت سير عند مول مصبالة سير عند أي واحد ما غايخلصك والو شطب ليه، علاش؟ وشوف وتعلم ليكسبيريونس، حيت ديك ليكسبيريونس اللي غادي تعلم أشنو هما الحوايج اللي غادي تعلم. أول حاجة لا كومينيكاسيون، أشناهي لا كومينيكاسيون؟ كيفاش داك السيد كيتعامل مع الكليان ديالو، داك السيد يقدر يكون الله يخليه أسلع، داك السيد وغالب الأحيان يقدر كاع السيد كاع الناس الله يخليه أسلع، يعني ما هضرتو خايبه كيتعامل معاك خايب، ولكن داكشي ما خصوش يهمك، خصك تشوف كيفاش هو كيربح الفلوس، كيفاش كيتعامل مع الناس، يعني هنا لا كومونيكاسيون، كيفاش كيتعامل مع الفلوس، يعني كيفاش كيجاري المسائل ديالو، كيفاش كيدير الصفق، كيفاش كيعرف منين غادي يجبد ديك الجلابه مثلا، ولا منين غادي يجبد ديك، يعني كيفاش كيستفد المسائل، تعلم هاد المسائل، هاد البيتي سكيلز، يعني هاد لي سكيلز مهارات اللي هما صغار بزاف، اون فوا كتوصل لواحد
سيرت النيفو غادي تولي غادي تولي غادي تقدر فاسيلمون انك تبدا لو بيزنس ديال وتجير لو بيزنس ديال يعني تبدا مشروع. حيت الغلط اللي كيديروا بزاف ديال الناس هو انه عنده راس المال عنده فلوس وكيمشي كيبدا مشروع سواء في التجاره الالكترونيه ولا في اي دومين كيما كان. لكن البروبليم اللي كيكون عنده هو راه فاهم مثلا كيعرف مثلا كيعرف مثلا منين يجيب السلعه مثلا يعني عارف منين يجيب السلعه طاح على شي واحد باش يعطيه السلعه ولكن السيد ما كيعرفش يبيع هذه وحده. ثاني حاجه ما كيعرفش يجري الفلوس ديالو هذه جوج. ثالث حاجه ما كيعرفش يدير لا جيستيون دو ستوك يعني الماغازيناج كاين بزاف ديال الحوايج والفلوس كيمشيو ليه دغيا. ولكن الى ديفلوبيتي هاد السكيلز هادو تقدر تبدا ان بيزنس كيما كان فاسيلمون. حيت انا ملي بديت في الاي كوميرس راه ما جيتش دخلت الاي كوميرس الاي كوميرس جاني ساهل بزاف فريمون جاني ساهل بزاف. علاش؟ ولكن راه كندوي على واحد 10 سنين ديال الاكسبيريونس سواء بوحدي سواء مع الناس سواء في الاستاج سواء مع لا فامي سواء بزاف ديال الحوايج. دونك الاكسبيريونس مهمه واخا كانت صغيره بزاف. دونك نصيحه ديال الناس ديال 15 عام شوف كملوا قرايتكم او ميم طون خدموا كمل قرايتك او ميم طون. جربتي التيك توك ات ديالو فواحد لا بيريود ماشي بزاف لا ماشي بزاف خدامش في المغرب مزيان بون انا شخصيا ما جربتوش بزاف ما نقدرش ندوي عليه بزاف. جوني بزاف على قضيه الوينينغ برودكس برودكت وي مال مالو واش تجي تسول عليه هذا هو السؤال. لا بس لا بس لا بس لا بس لا لايف ديال شي كومنت بغيت نرجع عليه هذا ناس يلاه نمشي ندير لاسيس ديالو ويني فرانك ما هذا هو كيسيون مالو الوين برودكت تقول لك كيف تلقاه هذا هو السؤال ديما. شوف الويني برودكت شوف الويني برودكت شوف واخا غادي نرجعوا ثاني للحوايج اللي هما شويه معقولين باش شويه ديال المعقولين واش بغيتي ويني برودكت اسير قلب عليه فريمون قلب عليه. علاش؟ داك الوينين بروداكت يستاهل تضرب عليه تماره فريمون يستاهل عليه تضرب عليه تماره. علاش؟ حيت اون فوا كتلقى حيت سميتو وينين بروداكت حيت الا تحطي فيه ديك تماره غادي تخلص فيها دغيا. اون فوا كطيح في ان وينين بروداكت راه دوك الفلوس كاملين غادي تدخل من داك الوينين بروداكت تستاهل ديك التماره اللي غادي تضرب عليها صافي. دونك ضرب عليها تماره وغادي تلقى ضرب عليها تماره وغادي تلقى. ابخي كاين دي ميثود بون ماشي دي ميثود مي دي استراتيجي كيفاش انك تلقى دي ويني بروداكت بواحد الطريقه اللي هي فاسيل. هاد المسائل بارطاجيتهم عندي في لو بروغرام ديال 7 دايز بروغرام. لكن كيما قلت لكم حيت كاين ويني بروداكت وخصك حتى الويني اد كوبي يعني حتى الويني اد كوبي راه كتلعب الدور. نعطي مثال كاع نعطي مثال شوف نعطيكم مثال. خدمنا على واحد البرودوي جربت عليه في النهار الاول جربت عليه شي خمسه ديال لي زاد كوبي يعني خمسه ديال الفيديوهات وخمسه ديال التصاور لي زاد كوبي الكرياتيف المسائل ما جاب لي والو. المره الثانيه جربت عليه عاوتاني حوايج اخرين ما جاب والو. النهار الثالث حوايج اخرين ما جاب والو. واحد الوقيته قلت صافي ناقص كاع من هذا البرودوي وانا متكي ويطيح لي عاوتاني واحد ليدا ديال الاد كوبي يعني ماشي ديال البرودوي ديال الاد كوبي. قلت اجي راه ما جربتش هذه الفيديو هذه مع هذا التكست هذا مع هذه المسائل هذه. ملي جمعتهم طلقت بهم لو تيست خدم ليا امير ديالي. دونك هنا كاين الاد كوبي حتى هي خصنا نردو ليها البال مزيان. المنتوج الرابح ممكن تلقاه وسط داركم غير فكر. نعم دابا الا طاح على شي واحد شي لعيبه هذا قالها بيب تيست. خوتي دابا لحت برودوي بيب تيست وجاوني مبيعات وانا مازال ما جبتش البرودوي كي غندير نشد الكليان باش ما يمشيش. كيفاش؟ جاب الكليان ولكن باقي ما عندوش البرودوي دار تيست جاب لي الكليان ولكن ما عندوش برودوي. الحاجة اللي كنديرو حنا ولكن ما كنديروهاش بزاف الحقيقة حيت لي برودوي دغيا كنحاولو نطيحو فيهم. كتعيط على الكليان كتقول لي فوالا لو برودوي راه ما كاينش عندي دابا حاليا في ستوك ما خليك واش تقدر تصبر عليه. ولكن اغلبيه ديال الاحيان شي كيمشي شي كيجي شي كيمشي شي كيقول لك صافي اوكي ما كاين حتى شي مشكل. لكن كاين دي زاستوس باش ان دوك الناس اللي قال لك صافي ما بقيتش بغيتو ولا شي حاجه عطي واحد مثلا واحد لا ريديكسيون ولا ان بوتي كادو فوالا باش تسمح لينا راه بغيناك ما بغيناش نخسروك هادي 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 غنصيفطو لك معاك مع البرودوي ديالك واحد لو بوتي كادو ولا غادي نقص لك واحد 10% غير باش تشوفنا وتكسبنا ونكسبوك يعني النظره ديال البيع والشراء. كيفاش تبدا الابسيل؟
ديالك؟ الابسال في التليفون بزاف بزاف، كنخدم في التليفون يعني لي زابسال ديالي كنحاولو ماكسيموم نديرو لي زابسال في التليفون. كاين اون استراتيجي اللي كنخدمو بها هو اننا كنحطو واحد لو برودوي واحد الثمن شويه هابط مثلا افيك لو مارج ديال 30 35 درهم. داكوغ، هادي سي استراتيجي غير باش تاتيري ان ماكسيموم ديال الناس. يعني كتحط البرودوي في لا مارج غير ديال 39 درهم، ليفريزون غراتويت، المسائل كامله. هنا كيكون عندك لي كليك بزاف وكيكون عندك الدليل بزاف، وهنا في التليفون كتحاول تعطي لي زابسيل، كيكون سهل عليك انك تعطي لي زابسيل. الى عندك شي برودوي تقول قوى حلفك، شنو هي احسن طريقه باش تخرجوا بها باقل اضرار؟ بون، دابا كاين في لا بلاتفورم ديال دروب اند شيب، كتعرفهم رضا؟ شتك شرحتيها كما شرحتيها ولكن ما شرحتها، ولكن دار واحد الماركت بليس ديال هذه القضيه ديال البيع والشراء. يعني كتمشي كتحط لي برودوي ديالك تما، ودراري لي كوميرس كيدخلوا كيشريو من تما السلعه. هذه طريقه من طرق. ابخي باش تفك، كاينين تقدر تصيفط داك الشيء للسنغال ولا تصيفطوا لشي بلاد اخرى وتبيعوا عاوتاني. سينو شنو نقول لك، تيستي فيديوهات اخرين، تيستي دي زاد كوبي اخرين، يعني شي حوايج بحال هكا، شي حوايج بحال هكا. واحد الخراج شوف بزاف من الفيديوهات كاين واحد حرق دي افضل علينا بالراشه. شوف هاد القضيه درتها، كان في تيشيرتات، كان واحد فيها واحد ستوك اللي هو كبير، يعني في الاوائل ديالي واحد ستوك، حيت انا كنت كندير تيشيرتات اللي هما بيرسوناليزي، يعني شي واحد كيبغي فاطمه كيدير فيها واحد بوكي فاطمه، فهمتي شي حاجه بحال هكا. دونك هنا كيكون صعيب عليك انك الا ارجع لك روتور، كيكون صعيب عليك انك تطيح في شي واحد كيبغي فاطمه وبغى التيشيرت تحل في ديك لاطاي ام، فهمتي؟ صعيب طيح فيه. وهاد الحاله وقعت لي بزاف في البدايات ديالي، ديك الساعه انا مازال ما عرفتش شنو هو الروتور، يلاه كنكتشف يلاه كناخذ الدقه. وصل عندي واحد ستوك ديال الروتور اللي خلاني انني نسد الكراج، فريمون نسد ونريح سيمانه، كيفاش غادي نجيب فلوس؟ يعني هنا صافي ما بقاش عندي راس المال، عندي واحد ستوك اللي امبوسيبل نبيعو، حيت سي بيرسوناليزي، كل واحد شنو كيكتب في التيشيرت ديالو. دونك كان صعيب عليا بزاف انني نجمع راس المال. و يلا شريت بيسي جديد، يلا التليفون جديد، فهمتي؟ ريحت سيمانه، شنو غادي نديرو؟ يلا سمعوا مزيان الدراري. كنت انا ومروان حبيب، هاد لي سوار راه ديجا عاودتها ولا واقيلا عمرني ما عاودت، انا عاود لكم اون اكسكلوزيفيتي في هاد اللايف هذا. كناخذو دوك التيشيرتات وكنمشيو لساحة الويد. ساحة الويد هو واحد البلاصة هنا في اكادير اللي حدا الطلبة، يعني واحد البلاصة اللي كتكون عامرة شوية بالناس. والله إلا كنا كنفرشو داكشي، كنحطو الكرسي ديالنا وكنفرشو داكشي وكنبيعو. كنا نورمالمون كنبيعو تيشيرت كيتقام عليه ب 60 درهم، كنت كنبيعو بديك 190 درهم 160 درهم. بدينا كنبيعوه يعني غير باش نجمع راس المال، باش نليكيد داكشي بعتو ب 30 درهم، يعني انا خاسر بزاف. وكنت كنخدم بزاف مع امان، فهمتي؟ وخسرت فلوس مع امان، وانا كندوي على 200 تيشيرت، 200 تيشيرت الا ضربناها غير في 60 درهم، يلاه صحاب الماتش شحال هذيك؟ راه شي 12000 درهم هذيك، ها ياك باش ما نغلطش، 200 في 60 درهم، 12000 درهم، 12000 درهم، يعني مليون و 40000 ريال بالريال، غير في امانه مشات ليه. دونك خاسر، المهم خاسر من جميع الجوانب، ولكن انا خصني نخدم. دونك نزيد هذوك لي تيشيرت كنفرشوهم، صافي بدينا كنبيعو 30 درهم هنا، نون درنا لهم 40 درهم، وإلا ديتي جوج غادي تاخذو غير ب 50 درهم. يعني ابسال فهمتي جوج ب 50 درهم، وفعلا كانوا كيمشيو جوج بزاف، فهمتي؟ كاين بنادم كيعجبو تيشيرت خاصو غير تيشيرت، ما عرفت كاع شنو كان مكتوب فيه، واحد شرا واحد تيشيرت مكتوب فيه كوين، ولكن عجبو التيشيرت عجبو الديزاين وهو يشري، فهمتي؟ وداك حينا كان كيبان لينا بزاف ديك الايامات وبقينا كنضحكو. المهم دازي سوار اللي هما في شكل دغيا اللي كيدينا داك الشيء، جمعنا بها واحد 3000 وقيلا واحد 4000 درهم عاوتاني جديده، وبدينا عاوتاني كان لونسيو وخدمنا، فهمتي؟ يعني عاد فهمنا الروتور، دونك ولينا كنطلبوا الناس عطيونا اون افونس، هو اللي ولا قادو لي في التيشيرت، بدلنا بزاف ديال يعني كنتعلموا، بدينا بزاف كنتعلموا في دوك المسائل كامله. بعد على الاقل خدمت فيه، كنهضر معايا واحد الدري ما عقلتش وقتها، قال لي عندي من العام اللي فات واحد ستوك اصلا خلاه، حتى ما قادر به والو، صافي خلاه وصافي. انا كنت قادر انا شاطلي واحد ستوك واحد النهار، شنو درت؟ هزيت ليسونس حرقت
فريمون حرقته فهمتي، باش ما بقاش نفكر فيه ما كيفاش حرقته كاع باش نبدا ازيرو فهمتي الحيط. يعني خصو لازم يضرب الحساب من الاول شويه. فريمون خصو نضرب الحساب في الانفستيسمون. شوف هادشي كتعلمو وانت غادي، هاد المسائل هادو عادي جدا كتعلم وانت غادي، كتعلم باللي راه ما خصكش تزعم بزاف في السطور، انت خصك تزعم في السطور. هاد المسائل كيجيو مع الاكسبيريونس، هادي هي الاكسبيريونس. واحد الحاجه اخي مروان، تنشوف بزاف ديال الناس تيشدوا نفس الفيديو تلقوا لي الاتس كلهم بحال بحال. راه دوينا 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 على هذه القضيه هذه، هادشي كيسبب الاد فاتيك، كيف كيحرق داك البرودوي. بون كنقولوا كيحرق البرودوي ولكن ماشي البرودوي اللي كيحرق، ولكن ديك لا فيديو هي اللي كيحرق. دونك الدراري يكونوا اوريجينال، باش تكون اوريجينال كاين با مال لاسوس، يعني باش الا كنتي خايف يديو لك الناس دي فيديو ديالك، حيت با مال ديال لي فيديو حنا راه با مال في الاول كاع راه كاين بزاف ديال لي فيديو ديالنا الى يومنا هذا مازال كيدوروا خدامين بهم الناس فهمتي. مثلا غادي تخدم على هذا البرودوي هذا، دير شي حاجه، شي نمره تليفون من اللور، شي باك جراوند، شي حاجه ديال صور داكشي يكون ديال يكون اوريجينال 100%، واللوغو ديالك ما يقدرش بنادم يموديفي شي حاجه تكون ديال 100%. تا الكوست كطلع ياك الى الكوست الى خدموا فيه بزاف ديال الناس. بيان سور بيان سور كيطلع الكوست بيان سور. حتى ما تقولك يا اما ما جابتش ليا يا اما الكوست طالع هو تيدير شاد نفس الفيديو. شوف في لا فيديو، شوف عرفتي هذا السوجي اللي دويتي عليه دابا، درت عليه اون فيديو فيه ساعه المقاله، راه كنتسنى غير اكسبورتا الا بغيتي كاع نوريك نوريك ما عندي حتى شي مشكل. اون فوا اكسبورتا غادي تلاحي ان شاء الله اليوم فلاش على اليوتيوب كيدوي على هذا الموضوع بالضبط. ساعد المقانا ساعه عرفتي شحال هذه ما درتش فيديو فيها ساعد المقانا، ساعد المقانا كدوي غير على هذا السوجي هذا. دونك تسناو تطيح لا فيديو شي حاجه فيها خيال العلم. احسن اوبجيكتيف تخدم بها كونفرسيون. كونفرسيون مالخا كونفرسيون حيت تبغيو يخدموا بدوك الصفحات الهبوط المجانيه. علاش قال لك تبغيو يخدموا بهم؟ ما عرفتش حيت تسمع الفلوس ولا ما خدم بها لا كانت خدامه مزيان راه خدم بها شنو فهمت انت شنو مشكل المهم هو جاب كانت مزيانه ديزاين زوين وداك الشيء وقاضي الغرض خدم بها حتى شي اشكال. اخوان بلا بقا تسبامي هو غير ركبت بغيت السؤال مره واحده ستوري اربعه الحسابات في فيسبوك اس فين كاين المشكل. كنا بنادم ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل، قد واحد 100 حساب اخر وصافي صباح السد وصافي. واحد 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 البيزنس مانجر مشات لي فيها شي 50 هذاك واحد البيزنس مانجر. كيفاش يقدر الواحد يكون في دول الخليج ونحل اكثر من بيزنس مانجر في اكونت واحد وما يتسدش ليه؟ بون عرفتي الا عندي الحل ديال البيزنس مانجر والله الا ما غنعس حتى نبارطاجي. الا عندي شي بلان على المسائل ديال السدان ديال البيزنس مانجر اعيدكم والله الا اعيدكم ما نعس حتى نبارطاجي معكم. دول الخليج راه كاين سي او دي مع ايدي حيا تقدر تصل معاهم، يعني احسن سيرفيس اللي كيبان لي انا بيرسونيلمون. بغيت ندير ستاج عندكم ديرو باغي ندير ستاج عندي هي مرحبا شحال تخلصني هو هذا ستاج فابور. مرحبا 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 كونتاكت ايكغيك زاد ميديا ونشوفوا هذه القضيه ما كاين حتى شي اشكال. كونتاكت غير سير انستغرام ايكغيك زاد ميديا ايجنسي صيفط لنا ميساج ونشوفوا نقدر نبروغرام فيه حيت كاين با مال ديال ستاجير غادي تزادوا معنا الشهر هذا دونك حاول بروغرام. مرحبا كيف تتفاوض مع الموردين لا في الشينوا ولا لا في ناير تسجل شي الشينوا كنظن ياسر عمر هو دار على القضيه هذه اكس ياسر بالنسبه لاشين. انا في المغرب ديجا دويت على هذه القضيه ولكن غادي نعاود ندوي عليها. كنت نيت في لايف انا وياسر ورضوان دوينا على هذه القضيه هذه ولكن غادي نعاود نبارطاجي معكم هذه القضيه. وقيله فاش كتمشي عند شي جمال كتحاول او ماكسيموم تنيغوسي معاه على لا كونتيتي. علاش حيت الا غادي دي معاه 10 بياس ولا 20 بياس ما عندكش واحد لو بوان اللي غادي تنيغوسي به، ما عندكش شي حاجه اللي غادي تنيغوسي به داكور.
الا كدوي على دي كونتيتي ديال 100 200 300 الف شي حاجه بحال هكا انا راه شوف هو الي اوبليجي انه ينقص لك الثمن ما بغيتيش امشي عندنا بوان. ثاني حاجه عمرك ما تقول ليه بلي راه كنبيع بهذا الثمن فهمتي غادي نشري عندك انا ب 20 درهم وراه كنبيع انا ب 400 درهم ولا ب 200 درهم علاش علاش ولات القضيه لا. ثالث حاجه ثالث حاجه لا كاين با مال لاسوس كاين با مال لاسوس في الحقيقه ولكن دائما لو بوا اللي كيخلي ذاك السيد انه يسمع يسمع لك مزيان هو لا كونتيتي لا كونتيتي. تما تقول لك الكراج علال ولا الاخر ما تلقاش ذوك البرودويات اللي كنشوف في تيليجرام مثلا ايه وشنو هو تيندير لك زعما واش تكون مخبيهم في اكونت ولا شي شي لعب شوف تقلب تسول 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 فهمتي انا نعطيك غير مثال بسيط بلاتي امتى 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 البارح البارح واقيلا ولا ولا البارح ولا البارح كنت مع رضوان كنت مع رضوان يرقي يزكر كندورو كنقلب على واحد الكابل واحد الكابل ما كاينش ما فريمون ما كاينش في زكار ما فريمون مشينا حانوت بحانوت شوف زكار راه فيها بزاف ديال الحوايج مشينا حانوت بحانوت خويا واش عندك هذا لا خويا واش عندك هذا لا سير 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 لقينا عند واحد زكار كامله واحد خاينه اللي كيدير داك الكابل وخديتو عندي صافي صافي يعني تقلب من فريمون تقلب 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 القناه هنا خويا فين نقدر نلقى الله يرحمك يا والدي وكتسول هذا السؤال واش تعرف فين نقدر نلقى وبنان كيصيفطك شوف هذا شوف هذا شوف هذا وكتمشي كتشوف هذاك ما عندوش كتسول فين نقدر نلقى الناس راه كيبارطاجيو لافورماسيون كاينين الناس اللي ما كيبارطاجيوش لافورماسيون ولكن انت ما خاسر والو الا سولتي الا سولتي شي واحد الله يخليك فين نقدر نلقى راك ما خاسر والو الا قال لك ما عرفتش راك ما خاسر والو الا قال لك سير شوف هذا هنا انت رابح دونك سول غير سول كنتي حتى نعقل كنتي درتي واحد الفيديو خرجتي للسوق وبقيتي تقلب على المنتج ولقيتي شي واحد اه لا فريمون سيخا كتقلب كتقلب علاش حيت داكشي انا عارف بلي مورا داكشي غادي نربح فلوس دونك علاش ما نعيش راسي علاش ما نمشي نقلب انا رابح عارف بلي غادي نربح فلوس دونك غادي ندير كل ما في جهدي انا باش نلقى داك لو برودوي راه سير تفرج داك الفيديو مع واش كاين في مروان اكريك زاد كنضحك شنو نشتري ستوريز في لي ستوريز كاين في لي ستوريز في انستغرام عندي البحث على المنتج ان شاء الله سميتو تفرج داك الفيديو تشوف كي راه حتى هو كان تيقلب تيخرج يقلب برجلي باقي كنقلب دابا مازال كنقلب دابا 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 البارح عيط البارح يلاه خص على الفوريسور البارح على واحد لو برودوي راه شهر وانا كنقلب من رمضان لدابا شوف من وسط رمضان لدابا والبارح البارح لقيت له فورنيسور يعني من رمضان لدابا راه كندوي على واحد الشهر تقريبا من وسط رمضان لدابا راه شهر وانا كنقلب يوميا باش نطيح في الفورنيسور ملي كتلقى واحد البرودوي شنو الحوايج الاساسيه اللي كتركز عليهم باش تجربو باش دير ليه التيست شنو يكون في داك البرودوي باش تبي التيست باش نتسع على فيسبوك ات واش غادي يتباع ولا لا لا يعني قبل ما تدير فيه شنو الاساسيات اللي كتركز عليهم مثلا اول حاجه واخا مزيان لي كريتير ديال انا كنشوف اول حاجه لي كريتير ديال ان برودوي اللي كان تيست يعني لقيت باش كنقلب كنقول هذا البرودوي غادي نتيست يعني كيكونوا بزاف ديال لي برودوي ولكن اللي ما كياتيريوني دي برودوي اللي غادي نتيست بارمي لي كريتير ديال ان برودوي كنشوف الى اتيراني مثلا كندور مثلا في علي اكسبريس ولا في اي بلاصه طق كياتيريك واحد الحاجه كيعطيك واحد لافي في شكل فهمتي كياتيريك انا كيعطيك داك لافي واو يعني هادو دا كريتير اللي معروفين بزاف كيعطيك داك لافي واو فهمتي بعد الخطرات ماشي البرودوي اللي كيعطي لافي واو ولكن ديك لا فيديو اللي كدار عليها هي اللي كتعطي داك لافي واو فهمتي برودوي عيان برودوي يعني سامبل سامبل ما يكون ولكن الفيديو طريقه باش خدموه دوك الناس هي اللي كتعطي ديك لافي واو شي حاجه يعني طريقه باش تستعملو طريقه باش دار داكشي كي اتيري هذه وحده لا دوزيام دي شوز يعني كنشوف واش يقدر يحل ان بروبليم يعني فريمون يعني الحوايج اللي هما كلاسيك واش يقدر يحل لي داك ان بروبليم فهمتي ثاني حاجه ثالث حاجه واش نقدر نابسيليه رابع حاجه واش نقدر نزيد ليه شي حاجه اخرى باش ندير الكروسيل والداونسيل يعني واش نقدر نابسيليه ونكروسيليه ونداونسيليه بارمي لي برودوي اللي كيعجبوني انا شخصيا بزاف لي برودوي اللي كيعجبوني انا بزاف هو ان برودوي اللي كيسالي وبلا ما خصو ضروري يعاود يشري من عندك هذا برودوي تقدر تخدم عليه براند مزيان فهمتي بحال هاد لي برودوي كوزميتيك يعني شي حاجه بحال هكا لي برودوي اللي هما زوينين مثلا بحال هذاك ديال الاظافر ما شي شي برودوي نيت 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 يعني القولون العصابي داك التخربيق كامل اللي كيتباع دابا
سي فريمون با شي حاجه، سي فريمون با شي حاجه، ماشي شي حاجه اللي تقدر تبني من عليها براند. بار كونتر كان عندي واحد لو برودوي وديجا بارطاجيتو في دي ستوريز، وغادي تلقاهم في دي ستوريز في البحث عن منتوجات نيت، واقيلا كاين في دوك الهايلايت خليتهم تما. كان واحد لو برودوي اللي كتعمر به سي تي، واحد البودر كتعمر به الخوا ديال الشعر، شتي هاد الخوا اللي كيبان بحال هكا كتعمر به وكيولي كلشي داكشي كحل، ما فريمون كيكون عندك الشعر خفيف كيولي داكشي بوغوس يعني، والحي عندك خفيفه كتعمر بها. هذا سي ان برودوي غير كتغسلو كيتحيد، دونك سي ان برودوي اللي كيسالي وبنان كيعاود يشري، وفريمون بنان كانوا كيعاودوا يشريو عندي، وكنت كنبيعو بثمن غالي بشي 480 درهم، بون في الاول 600 درهم، من بعد 480 درهم، وكيعاودوا الناس يشريو. فريمون كيضرب عنده شهر شهرين كيعيط عليك بنان هو، يعني انا كنكون رابح في لابوبليسيتي، يعني ما كنخسرش عليه لابوبليسيتي، وكنقص ليه انا الثمن، فهمتي؟ مثلا كنخدع عندي ب 480، كنقص ليه 20 درهم نخليه عليك 450. عاوتاني واحد القضية اللي هي مهمة بزاف، وحيدا فاش كدوي مع لو كليون ديالك كيقول لك نقص لي الثمن، ما بقاش نقص ليه ديك 100 درهم كاملة ولا 50 درهم كاملة ولا لا. بزاف، دونك حيت إلا نقصيني 50 درهم كاملة ولا 100 درهم كاملة، أو كيقول لها تخينا ضر معاه 100 درهم ونقص لي 100 درهم، دونك مازال ضر معاه واحد 100 ولا واحد 200 درهم أخرى. دونك من فوق كتنقص الثمن نيغوسي دائما على 5 10 20 درهم ماكسيموم، شوف نقص لي واحد 5 درهم. واش 24 ساعة كافية باش تعرف ان الحملة الاعلانية خدامة ولا لا؟ وي وي جوبونس وي، الا درتي ان بيجي شوية كبير مثلا جوبونس وي، غالبا احيانا الشيء اللي كندير باش ما نكذبش عليكم 24 ساعة كنشوف واش داكشي مزيان ولا لا. كما قلنا رفض. ما عندكش اصلا مال تخرج الزنقة وجمع راس المال، تخرج تخدم عند شي واحد هو جمع راس المال، عندك 15 يوم قاعد تجمع باش تبدا. انا عندي الدوك وقررت نخرج من القرايه باش نجمع الكابيتال بمدخول 400 درهم مع العين، انا مزيان في القرايه وكمل في قرايتك اخي. شوف شوف السيد ديال الدوك، انا نعطيكم اون هيستوار، شوف لي زيكسبيريونس ديال الناس اللي فريمون. واحد السيد كنت غادي في ديك ساحه الويد نيت اللي كنت قلت لك كندير فيها الفراشه، ديك ساحه الويد نيت كاينين الكراس، الكراس ديال صحاب الساندويتشات صحاب العواصم. واحد الخطره كنت دايز كنت كنقصان، كان واحد مول الخان زوبرين تما، مره كيعجبني نمشي نقصان، مشيت قصان عند واحد النهار هادشي في شي عام ولا عامين دابا، وكاين واحد مول العواصر تما شافني عرفني، يا مروان يكريك زاد اجي 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 عندي الشركه ديالي طاق ريحنا في الكرسي قد لي عصير هادي هادي. قلت له شنو كدير؟ قال لي ودي خوك راه ليسونسي في واقيلا في ليكونومي ولا في لونجلي، المهم سي ليسونسي في لافاك هذه وحده، أولا عنده الدوك، الدوك يعني باك بلس دو، وكيوجد لا ليسونس ربي ديالو، كيوجد لا ليسونس ديالو، داكور؟ فلوس ديال 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 اش كيتسمى؟ ديال كيعطيو في لافاك ديال لابورس، ديال لابورس ديال المنحة، وجمع لي زاد ليهم شوية ديال الفلوس وهو يدير ديك الكروسة ديال العواصر، خدام ديك الكروسة ديال العواصر ترونكيل، وبدوك الفلوس ديال اللي كيربح في ديك الكروسة تخيل معايا فاش انفيستاهم، انفيستاهم في اي باي، من اي باي خسر فلوس كيتعلم دورة من هنا دورة من لهيه، كيشري دورة كيتعلم هنا 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 لي ميثود المسائل كاملة على اي باي، شوية بدا كيدخل فلوس من اي باي، فلوس ديال اي باي دخلهم التجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية بدا ديفلوبها شوية وخيرا تلاح الادسنس، المهم ديفلوبا راسو بواحد الطريقه اللي هي عجيبه. باع داك الكروسا واقيلا ولا واش باقي مع عنده ولا لا، المهم السيد فينونسيرمون بارمون ولا مستقل، يعني ولا مستقل ماديا ولا مستقل، وكمل قرايتو والمسائل وهو هذاك. بزاف ديال الناس كنظن باغي يجمع راس المال في نفس الوقت راني ناعس في الدار، واش هاد راس المال ملي غايجي؟ واه راه ناعس ناعس كيما قلنا، هو جاي جاي دابا خي حمزه راه جاوبنا لك، راه هضرنا عليك دابا على راس المال. حقيقه الله يحسن العوان، الله يحسن العوان، الله يحسن العوان، يعني في هذا الكوتي هذا الله يحسن العوان، ولكن انا اللي كنشفق عليهم بزاف هما الناس اللي عندهم المايند سيت ديال خصني نجمع، خصني باش نبدا واحد المشروع خصني تيكونوا الفلوس، هاد الناس كنشفق عليهم بزاف، لا فريمون كنشفق عليهم بزاف. مي الناس اللي كيحاولوا وما كيقدروش هذه هذا عاوتاني سي سون دي كا اللي هما سبيسيو، الله يحسن العوان فهمتي، باش ما نخلطوش بعض المسائل.
دوخ الفرق بين الايفنت والاودينس دخل لاشين يوتيوب يعني با مال ديال المسائل على المسائل على الاشياء حيت جوج ديال الحوايج اللي هما مبعدين بزاف بون عندهم واحد العلاقه ولكن من بعد اخويا خي مروان واش كدير استشارات حضوريه في هذا المجال اذا كان الجواب نعم كيفاش نقدروا نتواصلوا معك بون استشارات كنديرهم عن طريق زوم الى قدرتي تصيفط لنا ميساج سوا سواء عندي سواء في إيكراك زد ميديا حيت كاين سيبورت في إيكراك زد ميديا ايجنسي هما سيبورت كيجاوبوا بزاف. بالنسبه لواحد مبتدئ شحال خاصو يستثمر في الادس باش يكون ما عنده مبيعات؟ ما عرفتش كنت دير التيست مروان؟ نعم كبدايه كيدير واحد تيست كواحد مبتدئ ما عندوش بادجت شاف جيب الطريقه ديالك ديال الناس ادفانس شوف لا فيديو غادي تلاح ان شاء الله اليوم الى كلشي غادي مزيان لا فيديو فيها ساعد المكانه كدوي على التيست مي فريمون كدوي غير على التيست وتبيع داك البرودوي صحاب لا فيديو تسناوها فيها ساعد المكانه مي فريمون تسناوها ساعد المكانه ارامت بيه شوفوا من بعد هاد لا فيديو كنظن حتى واحد ما غادي يكون عنده مازال العذر باش انه يتست لي برودوي حيت اسئله كنتفاداهم حيت عنده في القناه تدخلوا القناه ديالو تاكدوا منه شي اسئله قناه مروان كيكراك زاد ماشي سكر ود مروان كيكراك زاد ان شاء الله غادي تعجبكم نحاول يكونوا اسئله اللي باقي ما هضرتيش عليهم داك الشيء علاش شي اسئله كنتفاداهم حيت عندهم في القناه وي وي واحد هذوك شي هضرت عليها في واحد الصوره اخي مروان كنت قلتي يمكن رضوان قلتي لوروا ماشي هو الكاستمر هو الفيرنيسور هو دان كوتي دان كوتي دان كوتي لو روا هو الفورنيسور علاش حيت وهذه قالها لي واحد ذاك العم اللي قلت لك ديال 4 دريالات و5 دريالات قال لي العم حتى هو وهذه بون قالها لي العم وقالها لي واحد ولد عمتي حتى هو سان بيزنس مان المهم حنا الحمد لله عندنا اون فامي بليز او موان كل واحد شنو كيدير يا با مال يعني التجارب كاينين عندنا بزاف الحمد لله شنو قال لي قال لي بلي الا مثلا كنتي كتعامل مع واحد الفورنيسور بون انا نوي على داك العم اللي 20 عام هو في الطوموبيل راه 20 عام هو كيتعامل مع واحد الفورنيسور تخيل معاه اكثر من 10 سنين ديال المعاملات مشى عنده من بعد كورونا قال لي اشنو قال لي داك الفورنيسور المهم مشى عنده العم قال لي بغيت هاد كيبيع الموان بغيت هاد الموان هادو هاد الكيسان هادو وجد لي لا ليست اشنو قال لي داك السيد الفورنيسور قال لي حط لي الفلوس دابا حط لي الفلوس دابا عاد سير للديبو شوف اشنو خاصك شوف حط لي الفلوس دابا عاد سير للديبو شوف اشنو خاصك العم ما عنده ما يدير ما عنده ما يدير علاش حيت داك الفورنيسور هو الوحيد اللي عنده سلعه ديك السلعه اللي بغا دونك خصني ندير الخاطر لداك الفورنيسور علاش حيت داك الفورنيسور الا ما عطانيش ما نبيع راه ما عندي ما نبيع دونك هنا كتعطي الخاطر للفورنيسور ماشي واش فهمتي كتعطيه الخاطر باش يعطيك السلعه غادي تخسر معاه مره واحده مثلا غادي يشري عنده مثلا نقول واحد 10000 درهم ديال السلعه وعطاتيه واحد الشيك وداك الشيك رجع يعني ما تخلصش في الوقت يعني هنا تخسرتي مع الفورنيسور ما بقاش غادي يثق فيك واخا مشيتي جريتي وجمعتي ديك 10000 درهم ورديتيها ليه الغد ليه ما بقاش غادي يثق فيك خلص يعني والبرودوي كاين غير عنده البرودوي اللي بغيتي انت كاين غير عنده دونك خصني ندير ليه بحال هكا باش يعطيني لو برودوي حيت انا ما عنديش ديك ليغو ديك ليغو اللي فيها خصني نزول ونمجغا فهمتي ليغو هي ديك النفخه اللي فيها انا خصني نزها ونمجغا مزيان ونحطها ونلوحها علاش ما نمشيش داك لو برودوي ونبيعو حيت الا ما باعش داك لو برودوي ما غاديش نربح فلوس اما الا تنفخت ما غادي نربح والو انا كنفضل نربح فلوس ونفس القضيه كما قال الا كان هو بوحدو راه غادير ليه الخاطر الا كانوا ممكن تلقى واحد اخر على الاقل ديما دير الاحتياط ديالك وي وي يكون واحد اخر عندك اللي تقدر تاخذ منه كنت شفت واحد الدري ضروري شوف كان تبيع التمر تبيع مزيان يعني كونتيتي ديال بصح تبارك الله ناض شي واحد انت عند هذاك قال لي تبيع بواحد الثمن اللي زايد بحال تقول خسروا معاه فهمتي كيفاش الاخر لقى راسو كاع ما لقاش اللي يعطيه عاوتاني داك التمر داك الثمن وصدق وقف
ولا انهم شيء يقعد الارض ديالو خصو يتسنى دابا عامين ما عرفتش شنو دار فيها بالضبط ولكن يولي خصو يتسنى عامين وكذا هذه بالنسبه حاجه لهم كتحدو مهمه، بديل. هذه حاجه مهمه. فو ديفيرسيفي من لي فورنيسور، خص يكون عندك بزاف ديال لي فورنيسور ضروري، يكون عندك 3 4 10، المهم خص يكون عندك بزاف. واش ممكن حرفي تقليدي ممكن يطور، ممكن حرفي تقليدي يطور عن طريق تسويق الخدمه ديالو؟ واحد البان هضر معايا باش نقدو ليه لاندينغ بيج، وخدام تيقدو واحد اللعيبه تقليديه وخدامين مع الكوار وخدامين مزيان، غير هو ملي كتخدم مع الكوار تيطلبوا لك يكون عندك لاندينغ بيج او لا سيت. داكشي اللي كنهضر معايا البارح، اما شي حاجه تقليديه خدام خصوصا مع الكوار فير فلوس. هذا اي واحد خدام شي لعيبه تقليديه خصوصا مع الكوار مش مع المغاربه، لو بغيتي تضرب الصرف صح وما تطلبوا لك لي سيت ولا لاندينغ بيج. السلام عليكم. أسئلة من عندكم كما فتنا لك الوقت أخي مروان. نزيد واحد 5 دقائق و ما عرفتش الله ساعة. كنا معولين نديرو 45 دقيقة ولا ساعة. علاش؟ واحد صار كان جاني التعاون، هو شنو تنصح مروان القديم؟ شنو ننصح مروان القديم؟ اوكي، شنو ننصح مروان القديم؟ الحقيقة كما قلت لك، كان ننصحو يصغر عقله شوية، فهمتي؟ ما يحسش بداك ليغو اللي قلت لك، ديك النفخه اللي قلت لك. ما غاديش نقول لك كانت فيها، ولكن كنت وقعت في بزاف ديال الحوايج اللي ديك ليغو هي اللي ما خلاتنيش انا ندير ديك يعني نطرق ديك الحاجه، فهمتي؟ نقدر ننصحه انه يقرا بزاف كتبه اللي عندهم يعني علاقه ب بيرسونال ديفلوبمون حتى هما. شنو مازال؟ انا حقيقة من الاول ديالي، شوف حقيقة كنظن الباركور عندي داز مزيان، فهمتي؟ كنظن الباركور عندي داز مزيان، حيت الحاجة اللي كانت عندي انا بزاف هو ان راسي كان قاسح شوية، فهمتي؟ واخا كيقول لك بنادم لا ما ديرش هاد القضية، شوف فلان شوف فلان شوف فلان، كنمشي كنديرها فهمت. والحاجة أخرى اللي غادي نقول راسي هو ما تسمعش لبنان بزاف، ما نسمعش لبنان بزاف، دونك هادو هما الحوايج. ما نسمعش لبنان، شوف إلا شوف ما نسمعش لبنان بزاف، ما نسمعش لبنان بزاف مروان، ما تسمعش لبنان الهضرة ديال الناس بزاف فقط. ولكن حتى إلا سمعتي خصك تسمع الواحد اللي فايت أنا كنظن أنا راك أنا راه عارف كنظنكم عارفين على أي نوع ديال الهضرة اللي كنقولوا عليهم. أبخي النقد ماشي مشكل، اذا كيجي بنادم ينتقدك ماشي مشكل، ما ياثرش فيك داكشي، بالعكس ديفلوبي تهز داكشي وديفلوبي. الناس بزاف تيتاثروا بها تيمشيو يسولوا الشخص الغلط على واحد الحاجه باغي يديرها. اكزاكت، وقعت ليه بزاف ديال الخطرات، ولكن شوف كتسول 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 حتى كطيح حتى كطيح. اذا كان شي سؤال اخر نزيدوه ياك، و لا نشدو مروان اكثر هو عنده خدمه. عندنا شي اسئله بقاو شي تعاودوا لي، وباقي كما قلنا غتلقاو في القناه ديال اذا شي سؤال بقاو تكتب شي واحد تعاودوا لي نفس الاسئله في الاخر. شي اسئله رفيت هضرنا فيها مره من ندير السيفر غادي تعاودوا ترجعوا ليهم. تمام، ممكن تهضرنا على الدوره ديالك. 7 دايز 7 دايز بروغرام. اون 7 دايز بروغرام حقيقه سي اول مره ندير شي حاجه بحال هكا، يعني ليديسيون الاولى سي اول مره ندير يعني شي حاجه لايف مع الناس لمده 7 ايام. اكسبيريونس دازت فريمون واعره بزاف، قاصحه ولكن واعره بزاف، يعني انا استفدت منها شي حوايج من واحد الكوتي، ولكن هنا يعني قربتني عاوتاني بزاف الناس. علاش؟ حيت بيو فوا كتكون لايف مع الناس كتكون فريمون قريب ليه،
كتفهم شنو بغا وكتعطيه داكشي اللي بغا اللي محتاج. المشكل لا في لو بروغرام 7 دايز لا في يعني في لي كونسلطاسيون بنادم كيجي كيسولك على واحد الحاجه مثلا كيجي كيسولك على واحد الحاجه ولكن هو كتلقاه راه المشكل ما عندوش في ديك الحاجه، المشكل عنده في حوايج اخرين. دونك اون فوا كندوي مع الناس انا مثلا في الاول ما كنت كونسونطراش على داك الشيء اللي جا عندي على ودو، حيت داك الشيء كنطرح عليه واحد جوج ولا ثلاثه ديال الاسئله على داك الشيء اللي سولني عليه كنلقاه عارف المسائل. دونك كنحاول نديتكتي اشنو هو المشكل اللي عنده وكنحاول نعالجو عليه. 7 دايز هي نفس الحاجه. 7 دايز باش تفهم جا باش انه يبدل، حيت 7 دايز بروغرام سي واحد الحاجه اللي هي فريمون مختلفه على اي حاجه شافوها الدراري، يعني واحد الطريقه ديال الخدمه فريمون مختلفه لا من برودكت ريسيرش. بحال دوك الناس اللي قالوا ليك راه في انزكان وهادي 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 راه برودويات ما عقلتش بالكلمه اللي قالها بالضبط 200 ولا ما عقلتش شنو مات ليهم الحوت، مات ليهم الحوت البرودويات، مات ليهم الحوت. لا ماشي البرودويات اللي مات ليهم الحوت، كما قلت لكم راه الطريقه باش خدامين هي اللي مات ليها الحوت. دونك انا كندير ريفيرس انجينير ديال البرودكت ريسيرش. كندوي على الكوبي رايتين. الكوبي رايتين سي واحد الحاجه اللي قليل اللي كيديها فيها، مي فريمون الكوبي رايتين ملي يعني في ديك ال 100 اكثر من 100 واحد حضروا في المره الاولى وملي وصلنا للحصه ديال الكوبي رايتين، الحصه اللي جات من بعد الدراري كاملين بدون استثناء قالوا لي مروان الله يرحم لك الوالدين اعطينا منين كتجيب هذه المعلومات اللي عندهم علاقه بالكوبي رايتين. علاش؟ حيت ملي ضربنا ديك لا سيونس ديال الكوبي رايتين راه واحد القوه عند داك الشيء راه خيال، يعني راه القوه ديال البيع باش تبيع. مي فريمون ضربنا لا سيونس الاولى والثانيه صافي، الثالثه صافي بنادم كلشي ولا كيكون كوبي رايتين لعيبات عرفتي شي الكوبي رايتين. الكوبي رايتين سي ان تول اللي هو بويسون باش انك تبيع اي حاجه. من بعد كاين بيان سور لاندي بيج، حنا واحد الفورماسيون على ديكور على اليمنتور كيفاش تقاد انت لاندي بيج ديالك من الاول حتى الاخر، يعني نقدر نهرس لك السوق بهذا الورا، ولكن كتخلي الناس انهم يكريو المسائل ديالهم من الزيرو بوحدهم فهمتي، وكنعطيهم فين ايت انسبيرو يعني فين ايت انسبيرو باش يقادوا ديال لاندي بيج ولا اي برودوي كيما كان، باش تعطي واحد واخا ما تكونش ديزاينر تعطي واحد يعني واحد لو شارم واحد لو ديزاين يكون زوين وان ديك لاندي بيج. شنو غادي تكتب؟ شنو غادي دير انا؟ شنو غادي دير في لا سيكسيون 1 2 3 الفورمولير؟ كيفاش لي مع جوجل شيت المسائل كامله. من بعد دوينا على الفانل فيسبوك ادز، كاين شو سميتو كيفاش كتست لي برودوي، كيفاش كدير لي تارغيتين، كيفاش كدير سكيلين، يعني الاستراتيجي ديال على فيسبوك ادز. دوينا على الكول سنتر كيفاش دوي في التليفون، وبيان سور الحصه الاخرى كيسيون ريبونس، يعني كندوزو واحد بواحد كيسيون ريبونس اي واحد عنده مازال واخا يعني في الحصه الاخرى نورمالمون كنت كنتسنى انني توصل بعد الاسئله بحال هكا، خويا مروان فين غادي نلقى لي برودوي، خويا مروان فين 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 يعني كيتسد ليا الكونت فيسبوك، خويا مروان يعني هاد الاسئله اللي كيطلعوا بحال هكا في لي لايف كنت كنتوقع بحال هاد الاسئله، ولكن لا عرفتي جاوا شي اسئله عرفتي راه الهربه، يعني بلا ما نضرب معاك ديك 6 ايام فريمون طلع النيفو ما بقاش كيبان ليه فين غادي نلقى البرودوي. البرودوي دابا ما بقاش مشكل عنده الدراري، ما فريمون ما بقاش مشكل. علاش؟ حيت اي حاجه كدير هكا داك السيد اللي قال لك وسط داركم غادي تلقى برودوي عنده الصح، وكنشكرو على هذه الجمله هذه. فريمون الدراري راه خرجوا بزاف ديال لي برودوي في شكل. من بعد كاين دي كيسيون على يعني الناس غير شكروني على الدوره، يعني في النهار الاخر كما قلت لك كنت كنتوقع اسئله اللي هما في شكل، توصلت بواحد الاسئله كل اللي نهار شحال تيكون ديال المده؟ ديال البروغرام شحال تيكون في كل نهار شحال المده؟ بون البروغرام الاولاني درناه تقريبا في 15 يوم وفرقنا دوك السبع ايام، البروغرام الثاني فرقت اكثر يعني بين لا بين قصد سوايع 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 جوج سوايع ثلاث سوايع جوج سوايع ونص ثلاث سوايع، ولكن غالب الاحيان ثلاث سوايع، وكاين حصص كنضربوا فيهم ثلاث سوايع ونص، كاين واحد الحصه ضربنا فيها شي ثلاث سوايع واقيله فهمتي، يعني كل حصه وهي فهمتي. حيت انا باش نقول لهم صراحه شحال ما حسولني باش تعرف تعرف تجي الدوره ديال فلان الدوره ديال فلان الدوره، تنقول لهم الا كان غيطبق داك الشيء اللي قال لكم داك الشيء وبداك التمام راه مزيانه وي 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 فهمتي، تنقول لهم الا كان يطبق لك داكشي اللي قال لكم بالضبط راه مخير بداك الثمن،
شوف كنت شوف 740 كنظن ولا شحال بحال هكا ياك. لا طلعت لا شويه لو بري، طلعت لو بري، طلعت لو بري، علاش؟ حيت فريمون كونتنت في شكل، ولو بري واخا هكاك يستحق. راه داكشي اللي قلت لهم انايا، قلت لهم الا كان حيت تنقول لهم انا مشيت للدوره كما كانت او لا شهر، تنقول لهم غير تقول الفاليو تكون تستاهل. شوف غادي تخلى عندي بيج ديال 7 دايز بروجرام، تخلى عندي الانستغرام، غادي تخلى عندي بيج وشوف لي تيستيمونيال، كاين تقريبا اكثر من 30 ولا 40 تيستيمونيال، يعني على اكثر من 100 واحد، شي 40 واحد درنا تيستيمونيال، يعني عادي هما اللي كيدويو وشوف اشنو كيقولوا فقط. ما تخطيش، شوف ما تخطيش، ضرب معايا سبعيه داكور، ما عجبكش البلان انا نرد لك فلوس، سي بون انا نرد لك فلوس انا فريمون هادي كنقولها. شوف انا مستعد انا نرد الفلوس لاي واحد ما عجبوش البلان، ما كاين حتى شي اشكال. حيت عمر تجوني تسولو تقول لي ما نقدرش نقول لكم انا شي حاجه وانا ما شايفهاش، شوف فهمتي، ولكن تقول لهم بالنسبه للكارونتي، شوف من كارونتي لا غارونتي ديالي هو ان اي واحد مثلا ما عجبوش البلان ما استفدت فيه ولو 1% نرد ليه فلوس مضوبلين. يلا زيد ندير معاك اوفر، غادي نرد ليه دوك الفلوس مضروبه في جوج زيد. ولكن ولكن حيت هذا سي ان بروغرام لايف، باش تخرج بافاده خصك تحضر، خصك تحضر معايا عقلك جوج ديال الحوايج، وخصك تخوي الكاس ديالك. شنو المعنى ديال انك تخوي الكاس ديالك؟ داكشي كاع اللي شفتي اللي عامر به الدماغ ديالك خوي، باش داكشي اللي غادي نعطيك انا يلقى البلاصه فين يشد بلاصتو، فهمتي؟ وتصبر ما تفتح. علاش؟ حيت حنا راه سي ان لايف، راه ماشي غير تيوري بلا بلا، تطبيق يعني لايف وتطبيق، لايف وتطبيق. كي ستادي راه قلت لك كاين شي ثلاثه ولا اربعه ديال كي ستاديز لايف، دي برودوي اللي كنجبدوهم لايف وكنتيستيهم لايف وكنحطوا لهم لي ريزولتا ديالهم لايف، ماشي يعني ماشي يا الله. المهم اللي بغات يدخل عنده اللين راه في البايو ديالو ويشوف وديك الساعه راه الاختيار ديالكم كما قال لكم. راه انا كما قلت لك، الا كان داك الثمن وداك الشيء اللي قال راه مزيان وكان الثمن طايح. الناس النصيحه اللي غادي نعطي للناس اللي باغيين يحضروا معنا في 7 دايز، لا فيديو غادي تلاح من هنا، انا غير غادي نسالي اللايف، غادي نحاول ندير لها لي بوتيت روتوش ديالها ونحطها في لاشين يوتيوب فيها ساعه المقاله. شوف لا فيديو عاد دخل عندي البروغرام. يلا الله. وقلتي لي غطيها لك السوق، ملي السوق واخا تبغي طيحو عرفتي علاش؟ حيت ما يمكنش بغيت ندير كل شيء عاوتاني. وي وي اش قدم ميديا؟ ولا يدير لها البيج ولا يدير الكونفرماسيون ولا يدير شوف لو مارشي لي كغون، كاين با مال دي كليون، كاين با مال ديال الحوايج فهمتي، وكل واحد كيفاش كيخدم عاوتاني، كاين بزاف ديال الحوايج. دونك ما كاينش هاد القضيه ديال طيح السوق، ما كايناش كاع. فريت. وشنو في القضيه كنا هضرنا انا ورضوان على القضيه ديال يوكان ولا شوبيفاي، قلنا لهم راه المشكله ان ستور تكون بحال بحال. وي. شوبي لي ستور وهذا مشكل كبير. وي وي. دابا تفرض داك اللايف تا هو لايف واعر. وي وي شفتو. ملي جبنا لك الهضره عليك شحال مره على انك اليو اس الاي او اس اي نعاودها اللي عنده شي مشكل فيها راه حط فيديو عليها تفرجوا فيها. ديال ابل كاينه لا فيديو. ديال ابل. اخي مروان عطينا اخر نصيحه. شنو نزيد نشدوك؟ اوكي اخر نصيحه، عندك شي حاجه في بالك؟ بون نصيحه بازي على ليكسبيريونس، الغلط اللي كنت كندير انا حيت كيطيحوا لي بزاف ديال الافكار في النهار، كطيح لي 100 فكره، والغلط اللي كندير سكو اي فكره طاحت لي كنمشي كنطبقها بلا فهمتي، فريمون كطيح لي فكره كنطبقها اوتوماتيك. انا ما خلانيش انني نربح فلوس، ولكن الحاجه اللي خلاني انني ندير هو انني ناخذ نكتسب اكسبيريونس ومهارات في بزاف ديال الحوايج. في بعض الخطرات كطيح لي مثلا غادي ندير فيديوهات، كنمشي مثلا كنشوف فيديوهات، كنمشي كنتعلم اللوجيسيال ديال الفيديو تصاور، كنمشي كان يعني كنخسر بزاف ديال الوقت. الحاجه اللي هي مهمه انا بزاف، خذ وقتك باش تعرف اشنو باغي دير في الحياه ديالك ولا في لو بيزنس ديالك، خذ وقتك ماشي مشكل، جرب بزاف ديال الحوايج. 6 شهور عام راه ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، راه حنا دابا كاينين في 2021، كاين وسط 2021 ما بقى والو 2022، دونك 6 شهور راه ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، ديجا راه ضربنا 6 شهور ما عرفنا كاع كي داز داكور. دونك خذ وقتك، تيستي بزاف ديال الحوايج، يعني تيستي وكل حاجه غادي تيستيها بوحدها، يعني ما تخلطش. مثلا غادي نبدا في ايباي، مثلا غادي ندير ادسنس اربيتراج، اي كوميرس، دروب شيبين، شوف كل حاجه اعطيها وقتها
وتست هذه وحده. ثاني حاجه ما تكثرش عليك لي طاش، ما تكثرش عليك فريمون. بعض الشركات مثلا اللي كيديروا مثلا طباعه مثلا كذا، يطبع لك في الاوراق، يطبع لك في الحوايج، يطبع لك في بزاف ديال الحوايج، ولكن وقيت فاش كدوي معاه كيقول لك اودي راه ما كنربح والو، خصني نزيد شي حاجه اخرى باش نبدا نربح منها. لا، غادي تشوف الحاجه اللي كتدخل لك فلوس مزيان وتكونسونطرا عليها فقط. الحاجه اللي كتدخل لك فلوس فوكسي عليها. واش واحد الحاجه كتدخل لك درهم، الا استثمرت درهم كتدخل لك 2 درهم ولا كتدخل لك 10 دراهم، فوكس عليها، ما تمشيش تقلب على شي حاجه اخرى، فوكس عليها حتى تجمع راسنا. يعني جوج ديال الحوايج، جوج ديال النصائح هنا اللي غادي نعطيهم يعني في هذا اللايف هذا. الفوكس يعني ما تكثرش على راسك بزاف، وخذ وقتك قبل ما تاخذ قرار. يعني غادي دير عندك بزاف ديال الافكار، دير فكره بفكره، تطيح في داكشي اللي باغي دير وتفوكس عليه. تما غادي تشوف النتائج، تما غادي تشوف النتائج. يعني الا بغيتي تشوف النتائج هادشي بارك حتى ما تبغيش النتيجه من الاول. لا ما صحيح، ما يمكنش تشوف النتيجه. انا ملي يلاه بديت لي كوميرس حقيقه شفت النتيجه من السيمانه الاولى حقيقه، من النهار الاول. حنا تنقولوا في الاسوء، حنا تنقولوا في الاسوء ما تفناش من النهار الاول. ولكن لاحظت حاجه، خصك تعلم، غادي خصك بزاف ديال الحوايج غير باش تعلم، راه يدي لك الوقت فهمتي. دونك تعلم وابليكي، تعلم وابليكي، وفوكس على واحد الحاجه، فوكس على واحد الحاجه تضعطيك بار اكسبيريونس. انا نقول لك على كاع علاش. واحد النهار مشيت رايح مع واحد السيد، واحد الكوزان ديالي، عييت وانا نعيط عليه، قلت له عدي نريح معاك، قلت له عدي عييت، قلت له عدي عندي بزاف ديال الحوايج والفلوس شويه قليله. قال لي شنو كدير كل شيء؟ قلت له عدي كندير لي فيديوهات في لاشين في يوتيوب، ديك الساعه يلاه بديت كندير لي كوميرس، كندير ديك الساعه واقيلا كنت كندير حتى الادسنس، كنت كندير شي لعيبات اوفلين، يعني كنت كندير شي سته ديال الحوايج فريمون اللي لست عليه، سته ديال الحوايج. ولا هو فين غادي هذه، فين غادي. شوف قال لي غادي تحيد كلشي، غادي تخلي حاجه واحده. شنو هي الحاجه اللي كتدخل لك فلوس؟ اولا جوج ديال الحوايج، يعني الحاجه اللي كتدخل لك فلوس والحاجه اللي ما يمكنلكش انك تستغني عليها. لا دي يوتيوب ما يمكنش لي نستغني عليها، واخا ما كتدخلش ليا فلوس صافي. بديت كوميونيتي، الناس كيتسناو الفيديوهات ديك الساعه، يلاه بادي كاع وعجبني الحال بزاف ديال الحوايج. قلت له عندي ما نقدرش نحبس يوتيوب، اي كوميرس هو اللي كيدخل ليا فلوس. قال لي صافي عاد تكونسونطر على الاي كوميرس ويوتيوب. قلت لي كوميرس كطلق لي كومبين المسائل ديالك، راه كتشريط لك واحد 3 4 السوايع دير فيهم فيديوهات ديالك. فعلا داكشي اللي درت، ووليت كنحس براسي المال. علاش؟ حيت واحد البيزنس كنت كالي بواحد البيزنس، يعني كنربح من واحد البلان هذا، وكنخلص داكشي اللي كنربحو وكنخلصو في هاد الحوايج هادو. وهي غادا شي كيخلص شي كي، وفي الاخر ما كندير حساب ما كنلقى عندي والو في الجيب. دونك فوكس، وخذ وقتك باش تعرف الحاجه اللي غادي ديرها وتكمل فيها. هادشي اللي كاين، حيت الناس بزاف واخدين ديك الخليط ديال لا تضع البيض في سله واحده بواحد الطريقه اللي غالطه، انك كثر عليه بزاف. لا خصك دير البيض ديالك في واحد السله حقيقه. شوف حيت نورمالمون منان كيقول لك خصك دير بلون ا ودير بلون بي، ياك هادشي اللي كاين. ماشي الا ما صدقش ليك البلون ا يصدق ليك البلون بي، لا خصك يكون عندك بلون ا فقط، البلون بي ما يكونش عندك. علاش؟ حيت الفوكس ديالك دائما كتقول، يعني لو فاش كتحط داك لو بلون ا دائما كتقول حتى الا ما صدقش ليا راه كاين بلون بي. ديك لينيرجي ديالك والفوكس ديالك دائما واحد شويه منهم كيمشي لذاك لو بلون بي، ولو بلون ا ما كيصدقش. كتمشي لو بلون بي اللي فوق كتبدا كيكون عندك داك لو بلون سي، وما كتنجحش في البلون بي وهي غادا. لكن الا عندك غير بلون ا، بلون هو اللي كاين صافي، راه خصو ينجح وربي كبير. ما عنديش بلون بي، ما عندي ما ندير، شوف هادي وربي كبير. دونك هادي خصها تخدم ليها وكتخدم. علاش؟ حيت الانرجي ديالك والفوكس ديالك وكل شيء ديالك فريمون متاج في واحد الاتجاه، ماشي هكا ماشي هكا، من واحد الاتجاه، وكتصدق باذن الله بطبيعه الحال بالتسخرات ديال الله سبحانه وتعالى. كاين واحد البلان في الفيلم ديال باتمان، في هذاك اللي كان هذاك ديال ذاك الماسك، ما عقلتش شنو سميت ديك ليديسيون، واحد البلاصه في واحد الحفره، حتى واحد ما طلع من ديك الحفره. علاش؟ حيت خصك كتوصل لواحد النيفو، خصك تنقز من واحد البلاصه لواحد البلاصه باش تكمل تطلع من ديك الحفره. دابا الناس اللي كيديروا دوك المحاولات دائما كيطلعوا بواحد الحبل،
وكاع الناس اللي كانوا داروا داك الحبل حتى واحد فيهم ما طلع الا واحد البنيه كانت صغيره بوحده طلعت بلا حبل يعني ما كانش عندنا ان بلون بي طلعت لديك البلاصه ونقزت من هذه البلاصه لهذه البلاصه ووصلت لديك البلاصه اخرى علاش حيت ما كانش عندها ان بلون بي سواء توصل لديك البلاصه اخرى سواء توصل لديك البلاصه اخرى يعني ماشي سواء توصل لديك البلاصه اخرى سواء نطيح لا سواء نوصل ولا نوصل هاد جوج ديال لي زوبسيون اللي كاينين دونك اون فوا كدير هاد الفوكس هذا ان شاء الله غادي توصل غادي توصل الاخوان مروان شكراكم بزاف ديال الحوايج دابا غندير السيف ترجعوا ليه شكرا بزاف خير دوان على الوقت ديالك مروان شكرا بزاف انا بغيت نديرو 45 دقيقه ولينا درنا اكثر شكرا مروان الافاده كانت زوينه واحد الشيء معنا بزاف ديال الحوايج نتمنى انكم تطبقوا الشيء اللي قال لكم ربما شي حوايج بان لكم نتوما بساط ولكن الا طبقتيهم راه كاين واحد الفرق كبير بيناتكم بينات واحد اللي فاشل ولا واحد اللي ناجح واحد اللي تيكمل شطوا النصيحه وحاولوا تطبقوها ماشي غير تسمعوها وصافي دخلت اليوم من هنا غدا مشات عاوتاني هضر على بزاف ديال النصائح اللي تستافدوا منهم ديال بصح واللي شحال من سؤال تيتعاودوا كما قلت دخلوا القناه ديالو راه فيها كاع الاجوبه اللي ما جاوبناش عليهم واللي بغى البروغرام ديالو يدخل عنده للباج راه غيلقاه وشكرا بزاف خي مروان على الوقت ديالك اخويا شكرا لك استفدنا معاك شكرا لك شكرا لك شكرا كاع الناس حضروا معنا تبارك الله عليكم على بروشين ان شاء الله الله يحفظك الله يكبر بك انا ندير لكم السيف الخاص ورجعوا ديك الساعه تفرجوا فيه وراه غتستافدوا ديال بصح حتى اللي سوى على البراندينغ قبيله راه كاينين جوج لايف ديال البراندينغ واحد مع اشرف واحد مع نسيم وكاينين جوج مع اردوان حتى هما رقوال ولكن فيهم الاستفاده حتى هما غتستافدوا ديال بصح هادشي اللي كاين المهم شكرا الدراري حيت حضرتوا في هاد الوقيته واخا ما قريتش شي وقع احسن من هذا ان شاء الله نكون شي لايف ان شاء الله يلا فوت ان شاء الله